مبروك على الفائز تاع الحلقة السابقة. وانتم تاني إذا حبيتوا تربحوا مجموعة كاملة من الأجهزة الكهرومنزلية: ثلاجة، آلة غسيل ذات باب علوي، فرن مدمج، طاولة طبخ، ميكروويف، وآلة تهوية. ساهل، ما عليكم غير تبعتوا كلمة شيف على الرقم 66025 وحاولوا تربحوا المجموعة الكاملة لبراند. ماستر شيف، أكبر مسابقة طبخ للهواة في العالم، تعود إلى الجزائر في موسمها الثالث. هنا في هاد لاتولي اللي راكم رايحين تفرحوا تتقلقوا تتنافسوا بالك تتجرحوا وبالك تفوزوا بلقب أحسن طباخ حاوي في الجزائر. أنتم من هواة الطبخ؟ راكم حابين طوروا معارفكم في الطبخ على يد حكام استثنائيين؟ راكم حابين تعيشوا مغامرات لا تنسى في مناطق مختلفة من الوطن؟ إذن جربوا حدكم باش تتحصلوا على لقب ماستر شيف الجزائر الموسم الثالث. سجلوا نفوسكم على الموقع www.masterchefalgerie.com. ماستر شيف الجزائر هي مسابقة طبخ خاصة بالهواة فقط. ماستر شيف الجزائر الموسم الثاني، 13 طباخ هاوي تم اختيارهم من بين الأفضل. أوفيسيالمون نقدم لكم 13 طباخ هاوي تاع هذا العام. جاو باش يتعلموا ويطوروا قدراتهم على يد لجنة تحكيم محترفة. ياسمينة سلام، عميدة الطبخ التقليدي الجزائري، رابح أوراد، متخصص في البيسترونومي على الصعيد العالمي. وملك العبيدي، متحصلة على شهادات من طرف معاهد معروفة دوليا في فن الطبخ وإدارة المطاعم. في العام الماضي رفيق هو اللي فاز بالموسم الأول. واليوم شكون من بين هاجر ولا نسيم رايح يفوز باللقب في هذا الموسم الثاني وبمبلغ 5 ملايين دينار بالإضافة إلى تكوين في الانستيتيو بول بوكوز الفرنسي. نهائي ماستر شيف الجزائر الموسم الثاني يبدأ الآن. مشاهدين نسفع عليكم ومرحبا بكم في الغروند فينال تاع ماستر شيف 2017. بعد 7 أسابيع تاع منافسة، تاع تحديات، اختبارات، شكوك ونجاحات، هاجر ونسيم عمرهم ما كانوا أقرب من اللقب تاع ماستر شيف 2017 من 500 مليون سنتيم ومن التكوين اللي أنا رايحين نهديوه لهم. نتوما اللي راكم رايحين تحضروا وتشوفوا صراع العمالقة. يا درا شكون رايح يتوج؟ نسيم، هاجر، هاجر، نسيم، هيا نستقبلوهم مع بعض. اليوم راني نحس في روحي أول مرة راح ندخل ماستر شيف. حماس جديد، إرادة جديدة. أني نكون فيناليست تاع ماستر شيف فريمون هذا حلم بالنسبة لي وتحققه الحمد لله. هاجر ونسيم مرحبا بكم. هانا لحقنا لا فينال تاع ماستر شيف 2017. المستوى اللي لحقتوا ليه تستاهلوه. بذلتوا جهودات جبارة. صراحة أسكو كنتوا تصوروا تلحقوا لا فينال تاع ماستر شيف؟ نبدا بك هاجر. انا كنت دايره في راسي ماكسيموم 5 سيمين. ا مومون دوني قلت بالك جو في لاشي، قلت انا بالك ما نقدرش نكمل نحبس. مي سا سي تافيري مع لافونتور بدات تزيد فيا هذيك لونفي دو كونتينيو، ما بغيتش نطلق. وزادت بالك الثقه في النفس؟ زادت صح. زادت اكثر واكثر. انا هذي زيرو دريساج، ما نحكيلكش في المطعم. شوفي شوفي صفر. شوفي هاجر ربحتها تاع الصح اليوم هاد المنزل. وانت نسيم دخلت ماستر شيف كان يبان لي لقب حلم، دخلت لاتيلي بعد لي بريفتاتي بازا ولا ماستر شيف يبان لي هدف. ديجا جاتني حاجه اني ماجينال ما قدرتش نتخيلها في راسي، نسيم من البلاعه جا داخل لاتيلي ماستر شيف. واحد فيهم تاع الصح خدم دريساج الشباب في الجو، تاني جابها مخصوصه شويه لي تكستور يعني في لا تكنيك تاعو وكذا، والطبسي تاعو تاع الصح عجبنا هو نسيم. ثاني سؤال قدرش ما نسألكم بش هاد لاكيستيون هادية، كيفاش راكم تحسوا دوك
وفي شكون راكم تخموا في هذه اللحظه بالذات؟ هاجر. راني فرحانه اللي شرفت عائلتي والبنادم اللي راني خمن فيه بزاف بزاف بزاف، وهو اللي سبب هذا النجاح اللي راني فيه هو راجلي زوجي. ما نقدرش نهدر ونعبر على واش ما نقدرش، مهما شكرته ما نقدرش، امبوسيبل نكفي له حقه. جو لي دي ميرسي. الله يبارك، الله يبارك، وان شاء الله الرساله لحقت له ان شاء الله. اوكي ناسم انت. راني خمن في بزاف ناس اللي خممت فيهم في هذيك لي بروف، هذيك اول خطره ورام بين عينيا. شكون اللي هما؟ والديا ما الله يرحمها وبابا لي بروج تاعي كامل. هاد لا فينال القاعده سهله، ثلاث اختبارات في نهاية كل اختبار راكم رايحين تتحصلوا على نقاط، واللي يجمع أكبر عدد من النقاط أو راح يفوز باللقب. الشيف تاعنا اليوم أكثر من الأيامات اللي فاتوا أعطاونا أحسن ما عندهم باش يوجدوا لكم تحديات يدفعوكم باش تتفوقوا وتتفوقوا حتى على نفوسكم. دايوغ اليوم ما جاوش وحدهم، عندهم أن انفيتي. تحبوا تعرفوا شكون؟ دوك الضغط يزيد يطلع. دونك ماذا بيا ترحبوا معايا بلو شيف اكزيكوتيف تاع لو ريستورون قصر سليمان المعروف والمشهور في مراكش. عطيونا تصفيقه حاره كاع للسيد وللشيف عصام عيتوكري. حسيت روحي عندي شرف اني نوقف مع الشيف كما شاف عصام، سيرتو حسيت فيه هذيك لا جوناس، و اون بليس هذا الكاريير اللي عنده، هذا الشيء اللي كامل مديرو في اللاج تاعو. شاف عصام كنت نسمع بيه من لي ريزو سوسيو، كنت مره على مره نشوفه في لا تيلي، دونك شخصيه فريمون كو جادمير. شاف عصام مرحبا بك في الجزائر وفي لاتولي ماستر شيف، شرف لينا كبير بزاف بزاف ونشكرك كي لبيت الدعوه. واش راك لاباس؟ الحمد لله. كي راك سيدي؟ الحمد لله كلشي مزيان. لازم نذكر قبل ما نتكلموا مع بعض، لازم نذكر بلي المطعم تاعك راهو سمعوا مليحه باش يكبر الضغط، المطعم تاعك تحصل على مكافأة تاع ان جيد معروف بزاف بزاف اللي هو بويميو هذا العام في صنف لي غران دو دوما. انت شخصيا تحصلت في 2014 على اون توك دور، وهذا العام تان تحصلت على بوكيوس دور ماروك. انا حبيت نفهم قبل ما نبداو القصره، وهما بالك حبوا يفهموا بيسك اول مره يشاركوا في منافسه في حياتهم، كيفاش وشنو هو السر تاع هذا المشوار وتاع كاع هاد التتويجات هذوما؟ تفضل. مرحبا بيا عندكم في الجزائر، مرحبا بيا عندكم في ماستر شيف 2017. شرف كبير انا نحضر معكم، وحلم اللي حققته واللي اصبح حقيقه دابا. بالنسبه لغويميو لي تروفي اللي ربحنا، اللي ربحت في بوندون هاد لي زاني اللي خدمت، جا على واحد المجهود وواحد المثابره وواحد الصبر اللي الحمد لله تنشوف فيكم في عينيكم انه ما جيتش وصلتوا لهاد المرحله. إيراكك صح. والطبخ تاعك مغربي ولا عنده دي زانفلونس ولا فهمنا؟ الطبخ ديالي فيزيون ماروكان، انا قرديت لي روسيت مغربي لا كوزين ماروكان، وحاولت نعطيها اونترمون وخدمتها بلا تكنيسيتي فرونسي. نولي ليكم لي شيف تاعنا، قولوا لنا علاش حبيتوا يحضر معنا شيف عصام اليوم في هذا التحدي الاول تاع لا غراند فينال؟ تفضلوا. من شريتنا احنا حبينا نصعبوا شويه الامور، نطلعوا في المستوى، دونك جبنا الشيف عصام باش نوريكم كيفاش لازمكم تخدموا بالطريقه بروفيسيونيل، وين لازمكم توصلوا، وسورتو باش نحطوكم مقابل ان تري غران شيف اللي هو اليوم كيف كيف يفا فو جوجي. هاجر وناسب، هذه لي بروف الاولى تاع لا فينال، ديسيدينا ديجا حنايا نجبدوا رواحنا. كيف نجبدوا رواحنا؟ باش ما تكون عندنا حتى انفلونس، ما راحش مين با نعرفوا الطبسي تاع شكون فيكم. راح نديرو ديغيستاسيون عامية، تسمى كي نجو ندوقو ما على بالناش مين با الطبسي تعمل. على بها جبنا لكم شيف عصام باش يدبر راسو بكم. راكو معاه، هو راح يجي يشوفكم، هو راح يشوف كل شيء. جبنا لكم عصام ثاني باسكو عصام دار بزاف لي كونكور كيما سمعتوا وربح بزاف،
دونك سان كومبيتيتور وموالف مع لي جوج عباد يجيو يجيو الماكله تاعو ما باش يعرفوا غورت ميو ولا لا توك دور ولا البوكيز دور باش تديهم لازم فريمون الطبسي يكون خيط راح هو يوقف معاكم باش تسيو تلحقوا للطبسي باركو الطبسي شفتو وتاع صح نيفو انترناسيونال وصعيب بزاف دونك تروحوا لي زانغريديو تاعكم وتخدموا خدمه نقيه اليوم ما تحشموناش مع الشيف عصام دونك لو بلا تاع الشيف عصام راهو تحت لا كلوش كما قال لكم رابح حنا الافوك ما عرفناش الطبسي هذا تاع نسيم ولا هذا تاع هاجر دونك حنا ما نكونوش حاضرين معاكم ما نشوفوش وما ندوقوش حتى الوقت لا ديغوستاسيون شيف عصام جا الوقت دوك باش نكتشفوا لو بلا تاعك لو بلا اللي عم رايحين يتنافسوا عليه هاجر ونسيم تفضل هاد البلا تاع تشوفوه ما تشوفوش من الكوتي اللي صعيب كثرت ما ساهل كثرت ما تيبان صعيب لا كوزين دوجوردي تري سامبل ما حدكم تقلبوا على كومبليكي ما حدكم تغطيو لي روسيت هما عندهم لا روسيت عندهم لا روسيت عندهم لا فيش تكنيك صح عندهم بروغرياسيون دو لا روسيت الوغ كلشي اكسبليكي لا بريزونطاسيون يمكن لكم ديروا بحالها ولكن ضروري من واحد لاتوش ديالكم اللي تعطي لا سيناتور بيرسونيل هاجر ونسيم عندكم ساعتين باش تخرجوا لنا لا كوبي تاع لو بلا تاع الشيف عصام ومن بعد بعد لا ديكيستاسيون على لافوغل كما قال لكم لي شيف هم رايحين يعطيوا لكل واحد فيكم نقطه على 10 ثم في نهايه هذا الاختبار كل واحد فيكم يقدر يتحصل على 30 نقطه ماكسيموم تفهمنا لي شيف سامحونا هات فضلو بون كوراج هاجر نسيم راكم واجدين؟ وي نقول لكم بون كوراج وربي يقدركم الاختبار يبدا الان هزيت الورقه تاعي لرسات بديت نقرا فيها ايطاب بار ايطاب ايطاب بار ايطاب ومن بعد حسيتها شويه كومبليكي لي زانغريديون لي كانوا محطوطين قدامي كاع هذوك المكونات نعرفهم بديت قريت الوصفه بصفه عامه و بغيت ندير الحوايج اللي ياخذوا الوقت نحيهم عليا من الطريق باش نكون اليس في خدمتي دونك درك بديت نخدم العجينه تاع لي ميني تارتولات باش نعطي لها وقتها الكافي انها تروبوزي ومن بعد جاتاك لو راست تام تاع اليوم تام بزاف مليح اون بليس عندنا الشرف رانا مع وصفه الشيف عصام اللي هي سمكه سليمان تام تاع اليوم تم لي صعيب واللي يخليك تحس روحك راح تخدم تحت صغوط عندك بزاف دي زيتاب عندك وقت مش بزاف عندك بزاف دي تكنيك عندك بزاف عفايس لازم يكونوا في لاسيات عندك بزاف دي زانغريديون ودير اسيات رانا في لا فينال تاع ماستر شيف راه عندي بزاف العزيمه عندي بزاف الاصرار باش ان شاء الله ندي الماكسيموم دو بوين باش ندي لو تيتر كل ما تفوقت في السكور هذا مليح ليا للمراحل المقبله اللي ما رانيش عارفه مدى الصعوبه تاعهم كيفاش داير لاسيات لي بروبوزها لنا اليوم الشيف عصام لاسيات لي ما لازمش نتهاونوا بها باسكو لاسيات تاع الصح فريمون نيفو عالي ولازم حنا نكونوا ان شاء الله في هذا النيفو اللي طلبوه منا لي شيف كاين تنقيط ما كاينش اقصاء هذا الشيء يخليني بزاف موتيفي وخليني أمام طول بزاف مقلق ولازم نركز باش ندي الماكسيموم تاع لي نوت دركا راني نتعرف في لاروسيت تاع الشيف عصام تاع لاباط تاع الطارتولات راني نخدم فيها ايطاب بار ايطاب لاروسيت هادي تبان سهله او ميم طون صعيبه سي كيما اللي نقولوا عليهم السهل الممتنع سي فريمون سا هذا هو الحاجه اللي تعبر على هذه الوصفه لاروسيت تاع اليوم سي اون روسيت تري كومبلكس فيها بزاف لي تكنيك فيها بزاف الخدمه فيها بزاف المكونات تتودر تضيع بين الاسطر تاع لا غوسيت تضيع بين المكونات هنايا في هذا الخليط راني حاطه الزبده حطيت البيض حطيت اللوز السكر ولا فارين هنا راني نوجد في لا باتا تارتولات تاعي دونك اون جينيرال هادو هما
مرحبا بك شاف عصام. راه وليك تبرست. راني في لاباط. هذا وين راني؟ بديتي بلاباط؟ وي بديت بلاباط باش تدي وقتها في باش تستراح وكان مزيان. كي داير الديبار ديالك؟ لي زوغيغ ديالك تشوفهم مزيان؟ كي غادي في الكرونو ديالك؟ بور لانستون راني شويه روطار، مي سافا ماليش نطاش، بقات لي لافارين وخلاص. بون يفو جيست كونسونتراسيون تكون عندك توتال. وي بيان سور. عندك تنسى بانه انت راه في الفينال. وي شاف ان شاء الله. برافو عليك. ميرسي شاف. تسمى راه فور ما خصو والو ما. بون تيبان ليا ديجا بعدا بدا بلاباط. بون هذيك هي لازم تبدا. هذيك مزيان انا ويبدا بلاباط لحقاش لو طون فاش يخليها تغوبوزا. ديك الساعه يبدا بلي زوطخ بريباراسيون. سيرتو شي حاجه ماشي اول حاجه دير هو لو بوز ديالك يكون بيان اورغانيزي سينو غادي ديري على الوقت. داكوش اهم حاجه يكونوا لي ديتاي باينين عندك سينو من بعد بحال هاد اللي عندك هنايا خاوين سينو خلي لي سباس باش تاخذ لا روسيت ما تبقاش تقلب على هذه وهذه وتضيع فيها الوقت. داكوش سي بون. داكوش يلا هيا نخليوه. نخليوه نخليوه ما سي بون غادي مزيان. يعطيك الصحه شاف. هيا بون كوراج. ميرسي بون كوراج. ميرسي شاف. الشيخ عصام قال لي بلي الموديل تاعك راه شويه عندك بزاف في السيناريو في الموديل ما يستاهلوش يكونوا وهذا الشيء يخليك تتخلى تيرايو. صح فهمتوا بلي عنده الحق وما لازمش هاد الفيس كامل يكونوا وان شاء الله راح ندير بالكونساي تاعو وراح نكون في المستوى وفي النصيحه اللي عطاوها لي طيب والشيف عصام. هاجر ميشيل نقدم لك الشيف عصام. مرحبا بك شيف. بارك الله فيك. ميرسي بوكو. بارك الله فيك. الحاجه الاولى اللي بديت بها هي الحاجه اللي لازم لها الدقه هي اني وزنت المكونات على لاباط وجدتها وراها تبرد مو الفن وجد لاباط الطختولات وي لاباط سي بون راها في الفريغو تبرد ودروك راني نسيي جو ديكورتيك لا روسيت تاعك كيما يقولوا فهم السؤال نصف الجواب دونك جي سي فريمون باش نقراها نتمعنها باش من بعد نقدر نديرها في اقصر وقت ممكن. اي حاجه ما خدامش بها حيديها واي حاجه بتخدمي بها ولا شي حاجه اللي خاصها تكون في الفخير دخليها للثلاجه ديالك باش تكوني مرتاحه. هذه هي بون كوراج. بون كوراج هذا. شكرا. لو باساج نتاع الشيف عصام كان فريمون حاجه مليحه حسيت بالراحه ما حسيتش بالستريس عادي. دروك راح نوجد لي كوجا تاعي راني باغي نوجدهم نحطهم ابار نديرهم سوتي ليجيرمون كيما الشيف راه دايرهم بون سي سيغ راني حابه نمد لو ستيل تاعي توجور طوماطيش راح نخدمها نخدم ريسك صوص طوماط باش نحشي بها لا كورجيت تاعي كنت بزاف مقلق باسكو عندي بزاف لي زيتاب وما فهمتش لا روسيت بيان وفهمت اذا كون يفوتني الوقت ونغلط في كاش ايتاب دونك راح نراطي عادي من حاجات اللي لازم تكون في لاسيات وما لازمش نراطي حتى حاجه من لاسيات لازم كل شيء يكون بارفي في لاسيات تاعي كما في لاسيات تاع الشيف عصام. هادي شريحه تاع سمك سان بيير اللي هو سمك سليمان جو كوا الوغ هادي راح ندير بها لا موسلين دونك باش ندير بها لا موسلين لازم نقيها لازم نحي لها داك الجلد تاعها باش لا موسلين تاعي تجيني صافيه. لو بواسون نحبو بزاف اون بارتيكولي سان بيير نخدم به في الدار نموت عليه لو كو تاعو يلي تري بون نطيبو بشحال من طريقه مي لا بريفيري تاعي هي كي نحطو في الطاجين الماروكان وكم باغازار اليوم راني نخدم في سان بيير من عند روسيت من عند ان شيف ماروكان دونك طاحت سوا سوا. هذا الكحوت هو صح نقطة القوة تاع هاجر مي في لافينال ماشي هو نقطة الضعف تاعي ما نقدرش نكون نقطة ضعف اليوم لأنه عندي لا روسيت وإن شاء الله راح نكون في المستوى. لا كويزين ماروكان فيها بزاف هذيك اللمسه تاع سكري سالي وانا في المطبخ تاعي اون جينيرال جابور لو سكري سالي نطيبو بزاف في الدار نستعملو بزاف في رمضان في المناسبات كي يجو عندي ضياف دونك لو سكري سالي موالفه نطيبو بزاف. دوك راح نبدا نخدم في لافارس تاعي
خلطت الهضره باش توجد لي باش تتلم مني شويه اون بليس ما تجيش بزاف حمراء. لا كويسون تاع لا بالوتين راني نعسها دو طون زون طون راني نقلب فيها دونك سافا بور لو مومون سافا. جامي جامي في ماستر شيف نحس بلي الوقت كافي جامي باسكو ماذا بيا يكون كاين اكثر الوقت باش نزيد نبدع اكثر باش نزيد نبين بلوس لي زيدي تاوعي اي سورتو في الدريساج تاعي نحسن من لي دريساج تاعي دونك سافا راني والفت. حسيت روحي مقلقه باسكو كانوا بزاف بزاف تاع لي بريباراسيون لاسيات تاع شيف عصام مي الي كومبليكي 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 عمري ما تخيلت بلي راح تكون كومبليكي لهذه الدرجه. الوقت دوك راه زاربني بزاف جو بونس كو ما رانيش لحق بزاف لازمك في ساعه و45 دقيقه تكون كلش كامل وهاد لي زيتاب كامل تكون عقبت عليهم وجدت البريباراسيون تاعك تاع كامل لي زانغريديون او موا تخلي ربع ساعه للدريساج. الوقت تاعي راني جيري فيه كيما يلزم راني حاب نلحق في اسرع وقت راح نسيت نبدل كومبليتمون الدريساج بقات ربع ساعه مي هاد الوقت هاد الخطا ان شاء الله مش راح يدير لي ديكا وراح نتكفى في الوقت. درك راني خي نطيب ما بقاليش بزاف تاع الوقت راني راح نحط لاسيات مي الدريساج ما بيش كيف راح يجي راح يجي جوست عفوي مانيش راح نخمم فيه ومانيش نخمم فيه. دروك راح ندير ال ال لا غافيول تاع الما لا مونك راني حنحضرها راني فريمون بديت نتقلق ا مومون دوني في نهايه ليبروف تماك تكاكيت بلي كانت كاينه صلصه لازم تكون محطوطه وانا ما حطيتهاش. عندي شويه الحوت تاعي ما راهوش مليح مي دوك لازم نسيي نغطيه بالبلاصوص. هاجر ونسيم شاف وي اسمعوا للشاف قط ربع دقائق بعد ربع دقائق لي بروف هما هذوك ربع دقائق طواله كانوا فريمون صعاب 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 لاقصى درجه. دقائق طواله عشتهم بزاف ضغط بزاف ستريس دريساج راني ندير فيه عفوي سبونتانيمون. نسيم باقي لك لي بتي باقي لك هذاك العنب الصغير باقي لك دين دين البيتش تاعي خمس ثواني أربعة ثلاثة جوج واحد حبسوا كلهم حبس 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 نسيم حبس هاجر حبسي 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 يعطيكم الصحة أوف درت أوف خلاص الحمد لله برافو عليكم. بون قبل البرافو شاف عصام الاختبار خلاص الوقت خلاص دوك تفرد دوك كل شيء وفي الطبسي هادشي اللي هكذا نعم أوكي دوك أنت شاف عصام راك تلحق لي شاف تاعنا باش تدوق معاهم ما تقدرش تعطي نقطه لكن الراي تاعك راح يكون مهم جدا اللي شاف تاعنا باش يقدروا يقيموهم يا اخي هكذا. نعم انتوما كيفاش شفنا في الطباسه تاعكم انت هاجر عندك علامه حمراء وانت نسيم عندك علامه زرقاء باش نقدروا نعرفوا شكون هو الطبسي تاع شكون بصح اللي شاف ما على بالهم احنا لا نعرفوا بوحدنا. فوالا تري بيان يعطيك الصحه نقول لهم برافو حيت سالوا لي بروف ايه والبرافو الاخرى تنشوفوا شكون اللي غياخذ لي بروف. صح ايا برافو عليك يعطيك الصحة. لا كويسون تاع الحوت راني ساتيسفايت منها 100% الغولي تاعي خرج لي شباب بزاف لي كورجات خرجوا لي فريمون كيما كنت حابتهم لي طارتولات مي لو بروبليم في الدريساج جي با دريسي بيان كوم يل فو. اليوم ان شاء الله نقدر نبهر شيف عصام في الطبق هذا باسكو ما كنتش داير في بالي اني راح ندير اسيات. شيف ندوقوا البلا ديالك يلا بصحة هاتك الصحة. صح الشيف بنينة سهيتنا دوك الصعيبة نشوفوا الأولاد واش داروا
هاي جيبوا الطبسين الاول نشوفوا اسكو تقربوا ولا لا. هلا غنبداو نكومباريو لي كانديدا ديالنا. هذا لو كانديدا روج. بالحق فما تشابه ما بين التبسي ديالك والتبسي ديال هذا لو كانديدا، لكن كوميم فما زوج ولا ثلاثه حاجات اللي عندي انا مهمين في التبسي ديالك وما نلقاهمش في التبسي هوني. كيف ما باغ اكزومبل عندنا مكون ناقص اللي هي لاصوص نتاعك البيضه، ماهيش موجوده بالكل وننساها ولا ما عندوش الوقت باش يديرها. الاشكاليه الثانيه هي لي ميختي، انت قصيتهم بطريقه شبابه بزاف، وهو اللي فريمون يزيد الشطر في هاد لا تارتوليت هي طريقه تقطيع لي ميختي هوني، ما درهيش بحال هكذا. والحاجه الثالثه سي كو هاد لي بتيت بي كاينين بزاف في الطبسي، لكن فما مجهود، فما تشابه كبير، فما حوت ناشف راه من هوني. يشرفكم. انا عجبني لو فيت اللي غير لا بتيت بوشيت على لا مونك، بصح حط بزاف طبسي رائع تاع فينال. يعني يشرف وشهي اكزاكتومون وشهي. يلا ندوق. انا في النظر ديالي لاسيت التبصير ديال الكونديدا روج صراحه لازم تكون لاصوص، كانت تعطي واحد قيمه اخرى، كانت تعطي واحد حيت لاصوص بور سيتروني فيها لو سيترون كي مونك بور لو بواسون مالغري درنا حشوه فيها الليمون وفيها السكنجبير وفيها كل شيء، ولكن تساها يمونك لاصوص. بالنسبه للمونغ زيد شويه كي تلاحظوا شات في لاسيت بقى كونتيتي كثيره مالغري دخلنا بربعه. بالنسبه للتارتوليت جو بو دير بيان ميتريزي مزيانه لو بو زوين. طريقه تياب البواسون معليش دايز مزيان، والصراحه احترم لي زانغريديون حيت كانوا كلهم بريزون سوف لاصوص. نون سيمون ما كانش لاصوص، زاد نشف الحوت فريمون ولا شغل توجور راك تاكل اون فارس. انا لي باتاتارت نخدمهم شويه ليجيرمون يابسين باش فريمون نحس بهم كي ندخل، وهذه بور موا صواب مزيانه. نعطيكم تبسيط ديال الكونديدا بلو متسابق الازرق. بالنسبه ليا اول شيء شفتو لاصوص حاضر، ثاني شيء شفتو بيغوز زيد شويه. انا حبيت بزاف طريقه التقطيع ديال المونغ تري ريشيرشي بون بحال طريقه لي شوسون. وعجبني الطريقه اللي دار ديال الميرتيل لي فروي، مي فيزيوالمون شانجي كو لاسيت ديالي. الوغ الطبسي ديالي ما فيش شبه بينو وبينو. الحوت بان لي ناشف، انا ما خصنيش نكذب خاصنا تنشوفوه،
et la tartelette courgette bent liya la courgette ma kaynach assez bzaf bent liya qlila par rapport la tartelette et la sauce tomate bent liya ma kaynach ka haja okhra qal liya had le candidat belli la touche dialo personnel c'est changement ديال الطريقه ديال البريزونطاسيون ديال التبصيل. انا عندي مشكل واحد مع التبصيل ديالو، راطا كومبليتوم الرولو ديالو تاع لاموس على بالوتين تكنيكمون. انا هضر فما مكون ناقص في التبصيل هذا اللي هو لا فوي دو نوغي، الورقه نتاع النوغي ماهيش موجوده بالكل، المنظر الكل نتاع الحوت اللي هو ما نجحش فيه بالكل، لي تارت نتاعو ماهمش مخدومين على قاعده صحيحه لا في الطياب لا في طريقة التحضير. ديجا لاباط في وسط المول ديالها ماهيش مريقلة مليح. الذوق ديالو كاين شي حوايج اللي ما جابهمش من نيفو تكنيك. الحوت ديالو مع لاصوص جا مزيان، ولكن نتا الفيد نوري اللي هي كانت من لي زانغريديون اللي خاصهم يكونوا حاضرين في التبصيل. الو بالنسبه ليا لو غو تاع البسبس ما نحسوش كامل في لامانك، ما كاينش كاع البسبس. طوماطيش ما كايناش، قليله بزاف الطوماطيش، والطوماطيش مهمه في الطبسي هذا. في الخدمه تكنيك فونساج تاع لي طارت ديالو بزاف خشينا، لا طارت الكبيره الفون ديالها هكذا ما تقدرش دير حاجه هكذايا، لازم واحد فريمون يخدم لا طارت ديالو يبلاطيها بيان، يطلع يقطع لوفال ديالو يحطو داخل لا طارت، ما يقدرش يخرج عفسه هكذايا. تقول دار العجينه حبه هكذايا بلوكا دارها لداخل وخدمها بصبعته. انا شنو باش نقول في الطبسي هذا، في كل مكون تاع التبسي كاين حاجه باهيه وكاين معاه غلطات كبيره وكبيره برشا. التبسي بنين ماهوش خايب بالكل، لكن فما نقاط تقنيه 100% لا ذوق لا حتى شيء، اما التقنيه مازال الكانديدا هذا مش متمكن منها. كانوا لي شاف الطيب الفيرديكت راه عطونا لي بوان. كنت نيماجيني في الفيرديكت راح يكون سواليا ولا الهاجر، كنت مستني اي حاجه. كنت فريمون مرتبكه بزاف وخايفه بزاف على لو سكور اللي رايحه نديرو، سورتو بارابور هذاك ليليمون اللي كان عندي ناقص في لو بلا تاعي اللي هو لاصوص. دونك كنت مرتبكه ومتوقعه فريمون لو بير. هاجر نسيم صافا؟ صافا. خايفين شويه ولا نورمال؟ شويه خايفين. سي نورمال. سي ما فينال. فينال. لي شاف نذكر بلي نتوما درتو لي بلا بطريقه عمياء كما يقولوا، دونك ديكوستاسيون على فوغ. دوك انا نقول لكم شكون طيب واش. نسيم هو اللي طيب لو بلا اللي كانت عنده العلامه الزرقاء، وهاجر هي اللي طيبت لو بلا اللي كانت فيها العلامه الحمراء. هيا دوك نجوزو للنتيجه، نبدا بك شيف ملك ونبداو بنسيم. شحال على 10 مديتي لنسيم اي دونك للطبق اللي كان فيه العلامه الزرقاء؟ تفضلي. نسيم التبسي نتاعك الحقيقه الحوت ما يشبهش بالكل نتاع الشيف عصام، اي اون بلوس مش شبيب بالكل. هذا فيس نيجاتيف مي معليش راح نحطهم في راسي وراح نبقى نخدم بهم في ماستر شيف ولا نبقى بعد ماستر شيف، باسكو الحاجه اللي يعطيها لي لي شيف سواء سلبيه ولا ايجابيه انا توجور ندير باب ايجابي. لكن كالعاده نسيم عندك بنا، دونك هاوك علاش عطيتك 5 نقاط؟ ما كنتش نستنى في هذيك النوت،
باسكو 5 سير 10 نو ما عجبتنيش كومبليتمون. الحمد لله حاجه مليحه ليا باش نديرها خطوه نطلع بها الحمد لله. 5 هذه باذن الله ماش حاسه شوف لي بريف جايين. نسيم انا في الطبسي ديالك عجبني بزاف اللي غامرت بالبزاف خاطرش بدلت الدريساج تاعك والدريساج اللي درتو مالغري ما يشبهش الخدمه تاع شاف عصام مي خدمه نقيه وشابه والجو كاينو مي سيبري في الطبسي ديالك ناقصه بزاف الدقه دونك عطيتك 7/10. الحمد لله نقطه لا باس بها بيان سير تفرح باسكو 7/10 مليحه. وعلى بالي شاف رابح كون لقى الدقه اللي كان يحوس عليها في لاسيات تاعي اللي هي في لابالوتين كان راح يعطيني نقدر نقول حتى 9/10. نسيم انا في الطبسي تاعك الحوت ما شهانيش بصح كي كليتو بنين وجوتو هذه نقطه مليحه. الحاجه الثانيه لي بات تاعك تاع لي طارت ماشي مخدومين مليح وعلى هذه اعطيتك 6/10. دونك نسيم عندك مجموع تاع 18 نقطة في هذا الاختبار الأول تاع لا فينال. دوك نجوزو لهاجر كالعادة شاف ملاك نبدا بك على 10 شحال مديتي للبلان تاع هاجر تفضل. هاجر الطبسي نتاعك يشبه بزاف للطبسي نتاع شيف عصام وريتنا اللي أنت متمكنة من تقنيات دقيقة وهذه نقطة إيجابية لكن عمل غلطين كبار ياسر الحوت متاعك ناشف 100% ونسيت لاسوس هاك علاش عطيتك 6 نقاط. نسيت لاسوس تاعي ومدت لي 6 بوان. لا سول شوز اللي قاعده نخمم فيها بلي لو كان ما نسيتش لاسوس تاعي لو كان بالك شف مالك كانت مدت لي 8 بوان الوغ تما قعدت فريمون بيني بين روحي قعدت نعض في صبعتي يا بندم. هاجر الخدمة تاعك لا تكنيك تاعك اللي جابت دقة ترب بزاف على نسيم مالغري نسيتي لاصوص وحاجة غلطة كبيرة ما تقدريش تزيدي تعاوديها تنساي إليمون هكذا امبورطون كيما لاصوص مي سي فري كو بزاف 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 تقربتي من الطبسي تاع الشاف عطيتك 8. صح وي بوان نقطة مليحة بزاف وراني فخورة بزاف وراني فرحانة اللي الشاف رابح إلا توشي هذاك لو كوتي تاع تكنيك في لاسيات تاعي وحس بمدى الإتقان اللي تقنت به لو بلا تاعي. هذا طبسي تاعك شباب ويتقرب من تاع الشاف عصام ولكن تو لا ديزيكيليبغي فقدتي له التوازن تاعو بالكمية تاع لامونغ اللي حطيتيها تعليه بنينة مي كانت بزاف شفتي هو شحال دارها وانتي درتي بزاف وعلى هذه انا عطيتك 7. راني فرحانه بزاف بزاف على هاد لي بوين لي 7 بوين اللي مدتهم لي. هاجر راكي فهمتيها بعد هذا الاختبار الاول راكي الاولى في الترتيب ب 21 نقطه لكن هاجر ردي بالك كل شيء يقدر يتبدل في الاختبارات اللي راهم جايين دايوغ شاف رابح دوك يهضر لكم على الاختبار اللي يستنى فيكم غدوه. تفضل شاف رابح. كل كويزيني عنده حلم الراف تاعو اللي حاب اكثر من كل حاجه يتحقق له واش هو. انا بيرسونيلمون باغي نخرج الشيف لي فيا باغي تا يخرج. وانت شيف نكون شيف. انا كي كنت نتعلم كيما نتوما الحلم تاعي الاول يكون عندي ريستور. غدوه حيولي عندكم ريستور غدوه الريستورون تاعكم الاول. ماستر شيف كيما العاده يحقونا دائما الاحلام تاعنا يديرونا عفايس شابين بزاف لي زيبروف جو سي با اسكو راح تكون كيما العام اللي فات يجيبوا لنا الكونديزا اللي معنا ولا جو سي با ما عرفتش راح يجيبوا ما عرفتش راح يخدم معنا اسكو لي شيف اسكو جو سي با ليسونسيال ان شاء الله راح نكون في المستوى ونكون عند حسن ظن لي شيف وكامل لي جون. ثلاثة عباد يطيبوا مع كل واحد فيكم ولازم تبينوا واش تقدروا ديروا نهار يكونوا عندكم 21 كليون في الريستورون ديالكم اللي هيطلع هنايا ولازم تطيبوا لهم كاع وتبينوا لنا كيفاش تشدوا كوزينه كيفاش تخدموا في سيرفيس وكيفاش تخرجوا الطباسه تاع لي فيناليست تاع ماستر شيف تاع عباد بروفيسيونيل رام يبيعوا في ماكله قوه عالميه حاجه من الكبار. تحدوك قبل ما تروحوا تستعفاو ماذا بيا نشكر شيف عصام يعطيك الصحه بارك الله فيك شكرا على الحضور نشكرك على التواضع تاعك سورتو
وسلمنا على ناس مراكش. بارك الله فيك، عطيو التصفيقه. ليه قلت له سلمنا على ناس مراكش؟ انتوما راكم تمثلوا سطيف من جهه. وي. ايه وي. شو تبسم. وانت يا وهرن. وهرن. دونك روحوا تخموا على الليمون تاعكم ونتلاقاو غدوه ان شاء الله. ماستر شيف أكبر مسابقة طبخ للهوات في العالم تعود إلى الجزائر في موسمها الثالث. هنا في هذا لاتولي يراكم رايحين تفرحوا تتقلقوا تتنافسوا بالك تتجرحوا وبالك تفوزوا بلقب أحسن طباخ حاوي في الجزائر. أنتم من هوات الطبخ؟ راكم حابين طوروا معارفكم في الطبخ على يد حكام استثنائيين؟ راكم حابين تعيشوا مغامرات لا تنسى في مناطق مختلفة من الوطن؟ إذن جربوا حدكم باش تتحصلوا على لقب ماستر شيف الجزائر الموسم الثالث. سجلوا نفوسكم على الموقع www.masterchefalgerie.com. ماستر شيف الجزائر هي مسابقة طبخ خاصة بالهوات فقط. مبروك على الفائز تاع الحلقة السابقة، وانتوما تاني إذا حبيتوا تربحوا مجموعة كاملة من الأجهزة الكهرومنزلية، ثلاجة، آلة غسيل ذات باب علوي، فرن مدمج، طاولة طبخ، ميكروويف وآلة تهوية. ساهل، ما عليكم غير تبعتوا كلمة شيف على الرقم 66025 وحاولوا تربحوا المجموعة الكاملة لبروند. هاجر ونسيم مرحبا بكم في لو غران ريستوران ماستر شيف. كيما راكم تشوفوا حنا وفرنا لكم المحل، دوك نتوما لازم عليكم تقمصوا الدور تاع غران شيف. ما جاتش في بالي ان مومون باللي رايح يجي نهار وين جو برون لو رول تاع ان شيف ونكري مون بروبر منو. دونك اليوم جو بونس باللي حلم تحقق بالنسبه ليا. كيما قال لكم البارح شيف رابح، راكم رايحين توجدوا ان منو 18 ضيف بلوس لي شيف تاعنا، دونك لازم تخرجوا 21 طبق و21 تحليه. لو فات لي راني في الفينال راح نطيب بالناس كيما هذو، دونك اليوم لازم نكون فريمون شيف. على بالي واش راكم تسالوا، كيفاش خرجوا 21 طبسي وحدنا؟ نو، نزيدوا نوفروا لكم حتى لا بريغاد اللي راح تخدم معكم. لي شيف ايماجيناو لي بروف هذه تاع اليوم باش يحطونا دون لا بو دان شيف. استقبلوا معايا ست هوات اللي خيرناهم من التوب 10 تاع ماستر شيف 2017. تاع الصح كنت فرحان باسكو كامل نبغيهم كامل نحبهم كامل نجتيهم وكامل كنت محبين يكونوا معايا. اللي لاتولي تنور وفرحت بزاف 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 والشوفه تاعهم فريمون عطاتني انرجي بوزيتيف. والو حشمه حوزناكم عاودتوا وليتوا خير والله غير خير. ان توكا مرحبا بكم هاجر ونسيم. جا الوقت باش تشكلوا لا بريغاد تاعكم. هاجر نطلب منك حاجه. وي. بيسك نسيم راهو الاخر في الترتيب نبداو به زعما. أني حابة نبدا خير أنا سي باغابوغ للشخص واحد لو غيست كامل كيف كيف. بالك الشخص هذاك ما يخيروش هو ما يحبوش. ما بغيتش ندير ريسك. فريمون راهي خايفة مني مي نقولها معليش كامل لي كونديدا ماستر شيف لو فاتي كانوا ماستر شيف قادرين على عشقهم وراح يمدوا كامل واش عندهم. هيا هاجر شكون هذا الشخص اللي راكي حابة هكذا تخدمي معاه؟ الشخص الأول اللي راني باغي نضمنه في لابريكاد تاعي هو بيزاك. الرزاق سيتي فريمون ليليمون برينسيبال اللي كان مادا بيا يكون معايا في لابريكاد تاعي باش يعطيني دفعه صحيحه. نسيم تفضل. مونيا. مام كان ليا الاختيار الاول حنخير مونيا. على بالي بلي مونيا كي تكون في ليزيبروف تباطاي. هاجر تفضل. ولدي يوسف. هاي هذيك السلمه اللي سلمها لي على يدي قبله تاع امومه الوليد ليماه. نسيم حبيت تكبر الفاميليا تاعك. وي تفضل. يوسف. يوسف الكبير كي يكون ليزيبروف تخرج الريزلتا وهذا هو اللي راني نحوس عليه اليوم الريزلتا نلقاها. هاجر. ايمان.
إيمان عندها واحد لينيرجي مالغري الصغر تاع سنها شاطرة. إيمان شطارت برق في عينيها. نسيم ما تسكتيش انت. تسكتي كريمو. مع من حبيت تخدم كريمو؟ نسيم. تريبيا. كريمو من الإنسان اللي يجي يحارب ويحب يمد ويحب يعاون فرصة كما يليق. شوف ياسمينة حبيت نسقسيك دوك رانا شفنا بلي هاجر وناسيا ما مشكلوا لي بريغاد تاعهم. السؤال هو شنو هما المشاكل اللي يقدروا يصراو كي نخدموا كفريق؟ كي نخدموا هكا بريغاد عندنا ثلاث مشاكل ممكن يكون. لازم في زوج تعرفوا تفوضوا لزملائكم، سيتادير كي تعطي له مهمه تثق فيه وتخليه يديرها، ولكن عينك تبقى من بعيد تشوف واش هو يدير. حاجه ثانيه هو يفو تعرف شكون اللي تعطي له المهمه الفلانيه، دونك لا ديليغاسيون بطريقه ذكيه، ولازم ليكيب تاعك تكون كومبليمونتير. والثالث حاجه اللي راح تكون صعيبه عليكم لازم وفات اتونسيون ليها هي الزمن. هادو هما اهم نصائح واهم حاجه لازم نتبعوها باش ديك الخدمه تاعنا تكون فعاله، باش هاد لي بروف تفوت على اكمل وجه. شاف رابح كيفاش لازم دوك ينظموا روحهم باش يقدروا يخرجوا 21 طبسي في نفس الوقت. اليوم عندكم بلا وديسير، كلما مو الشاف يديسيدي شكون يستكلف بالحوت ينقيه يوجدو يوجد لي بورسيون ويخدم لاصوص ديالو ولا اللحم. نورمالمون جينيرال صحيح كاع في ليكيب ديالك يستكلف بهذا الشيء. عندك واحد نورمالمون يستكلف بلا غارنيتور اللي تجي مع اللحم ولا الحوت ديالك، يبقى لكم واحد يستكلف بالديسير. الشيف يلعب بارتو، دونك خدمته يجوز من لا غارنيتور للي يخدم في الحوت ولاصوص للي يخدم في الديسير. وين كاين المشكل يريغليها. لازم كل واحد يدي لاطاش اللي يقدر عليها، كل واحد كل ما يدي لاطاش اللي يقدر عليه سي بون. شاف مالك قولي لي وشنو هي النصيحة اللي تقدري تمديها في هذا الاختبار لهاجر وناسيم على حساب نقاط الضعف ونقاط القوة تاعهم. هاجر انت نقاط القوة نتاعك هو النظام نتاعك، وزادة كيف كيف ما تزعفش تميتريز متمكنة من الكوجينة نتاعك وهذه حاجة مهمة. لكن الشيرة الأخرى نقاط الضعف هما ساعات الذوق ما تجيبوش قد قد لي كويسون، ساعات كيف ما آخر مرة ما تجيبهمش. ونعمل عليك اليوم باش فريمون هذيك لي بتي بوين نيجاتيف تبعد عليهم وتعمل لنا فريمون حاجه واو. جيسبر نكون عند حسن ظنها، نخدم دو بيلز اسيات، ندير تقديم مليح، ندير دي زاسيزونمون مليح، دي كويسون كوريكت، وان شاء الله هذاك لو واو تقوله في لافان تاع لي بروف. نسيم عندك انت البنه بين يديك، صديقكم ما نعرفوش كيفاش في الاخر نقولوا بنين. اون بليس عندك ديما عفسه جوستومون تخرج على العاده، واللي نقولوا فريمون هالسيد هذا مجعول للطبخ. لكن نقطه الضعف عدد واحد هي اللي انت ناقص في النظام. ريالمون لازمك تركز روحك وتنظم روحك وتكون متمكن من الشيء اللي قاعد تعمل فيه. في لي بروف تاع اليوم راني فريمون نحس روحي راح نكون شاف، راح نكون شاف بمعنى كلمه شاف. لي يورغانيزو لي بلان تاعو ويلحق ريزلت مليح في لاسيت الكليون تاعو. هاجر الى حد الان انت اللي راكي الاولى في الترتيب ب 21 نقطه، لكن ردي بالك نسيم ماهوش بعيد ب 18 نقطه. وفي هذا الاختبار كل شيء يقدر يتبدل، هذا الاختبار اللي يقدر يدي واحد فيكم للقب تاع ماستر شيف 2017. نسيم ما لازمش يلحقني، لازم فريمون اليوم نمد ضربه كبيره، لازم نمد ضربه صحيحه، اليوم خاصني نطير. ثلاث نقاط ماشي نقاط اللي يستهان بها وماشي زعما ريزلتا اللي حتخليني نشوف في روحي ماكوش ماستر شيف. اليوم الضيوف تاعنا الضيوف تاعكم سيغتو اللي هم رايحين يصوتوا عليكم بلو جوتون الاحمر ليك وبلو جوتون الاخضر ليك. لي جوتون تاعهم يسواو نقطه. لكن لي شيف تاعنا لي جوتون تاعهم شويه سبيسيال يسواو زوج نقاط. تسمى في نهايه الاختبار كل واحد فيكم يقدر يجمع ماكسيموم 24 نقطه. الكلمه تاع لي شيف رايحه فريمون تكون امبورطونت وتكون فريمون عندها اون بالونس في النتيجه النهائيه تاع لي سكور. بالنسبه ليا راني اليوم راح نخدم على البنه باش الميني تاعي يعجب لي زانفيتي وراح يفوتيو عليا اكثر. انا على بالي بلي البارح خممتوا بزاف على لو منو اللي راكم رايحين تحضروه اليوم. ان شاء الله تكونوا رقدتوا شويه باسكو لازم تكونوا اون فورم. علاش؟ خاطر الضيوف تاعكم هم رايحين يلحقوا من على ثلاث سوايع، وكي يجيو ما لازمش يستناو باش ياكلوا.
ثلاث سوايع راح تكون الوقت بزاف 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 ضيق باش توجد موني 21 شخص. ربي يقدركم. بون كوراج. اسكو راكم واجدين؟ وي وي. الاختبار يبدا الان. راني داخله وكل عزيمه اني نجيري لا بريغاد تاعي بياكم يفوا. كاش اراء بيناتنا اليوم؟ عندي موني فوالا. كل واحد من يشوف كل واحد من يحطوا وين يخرج الحاجه اللي نحتاجها نحوسها. بيان هاك تهدي عبد الرزاق لاطاش نتاعه لي فريمون كنت حابه باش لي على جال هذيك لاطاش جبته في لابريغاد تاعي هو الحوت يوسف الصغير. عطيت له لاطاش انه يوجد لي البراونيز ويوجد لي لي كوكيز اللي رايحه نستعملهم كمكونات في الديسير نتاعي. ايمان لا ميم شوز عطيتها في دوزيام بارتي من الديسير. عندي لي بروف اليوم تاع ريستو راني بزاف فرحان فيها. ان شاء الله راح نسيي ماكسيموم ندي لي بوان اليوم ندير ميني اللي يعجب لي شيف ويعجب لي جيري ان شاء الله. يوسف عطيته اليوم مونشوني الكاري دانيو المونيا باش تبدا تخدم فيه ومن بعدها باش يروح لاروس تاعو تاع بتي بوان اللي عطيتها له باش يخدم لي بتي بوان. لازم تكون كيما لازم الحال. مونيا عطيتها الكاري دانيو عطيتها لاصوص تاع كاري دانيو وعطيتها اللفت كونافي كلاسي باسكو مونيا شفها بزاف مليحه في اللحم شفها بزاف مليحه في لي صوص سي بور سا عطيت هذا الشيء. بالنسبه للكريمو عطيتو بريسك ديسير كومبلي عطيتو الغريبيه بهاب لا كريم تيراميسو تاعها. هذيك ما تقاسش شنو من خلاص ولا ا مومون دوني صبت روحي انا اللي نخدم في لا فيش تكنيك تاع لو كومي ايمان دونك هذا الشيء شكل لي بعض العائق في الخدمه جلوبال تاع لي بروف اليوم. هذا الاول هاتوا معاكم شويه لقيت صعوبة عندي يوسف ومونيا قلت لهم بلي لازم تقصوا العظم نحتاج بزاف العظم باش ما يكونش عندكم كيما تخونشوني وش بزاف يكون عندكم الوقت وتكونوا مستراحين وما تعيوش. دوك يكملوا معاك منا ويولي ليك. واه واه عندك دوز زيت مبسط بالك تغلط باسكو عند على الشوكولا داكور يوسف. لو ديسير فيه بزاف تكنيك فيه بزاف خدمه وانا كنت فريمون مصره وملحه باش كاع واش تخيلت في راسي نحطه في الديسير. اليوم كريمو راح نراقبوا اكثر من الاخرين باسكو عنده الديسير كومبلي ولازم اليوم نكون واقف على البلا واحد الديسير. هاجر وي شيف وين اكل حقين؟ لو بلا رايح ندير دي بروشيت دو لوت رايح ندير معاهم دي لونغوستين بوالي افيك اون صوص ازياتيك لا توش الجيريان بغيت ندير ان كروميسكيف بالرشطه. الديسير هذا غادي نديره فوري بالكراميل سالي. هاد لابواغ رايح نحطها كوم سا كوم اون باز على البراونيز وفيها لداخل لي فوري بهذيك الكراميل بالجوز. هذا السيرو باش طيبي فيه؟ هذا السيرو باش نطيب فيه لي بوار نتاعو. تاخدي رايي غير تطفي له باسكو ما عادش يولي سيرو راح يولي كراميل. اه شاف. وكان درتي وحده كبيره شويه اكثر باسكو عندك بزاف لي بوار هاكي هنا حطيتي باريكزومبل. لا لا راني دايره 3 شاف راني موزعتهم كاع على لي بوار. اوكي موزعه بارتو ما عندكش وحده كبيره. هذه هي ماشي اورغانيزاسيون عندي. هو كان يشوف لا سيتياسيون دو لوان كان يقدر يشوف النقائص اللي كانوا كاينين عندي في لا كويزين. لي رومارك تاع الشيف رابح كانوا في محلهم فادوني بزاف بزاف وحاولت الماكسيموم اني نخدم بهم. عاودي شدي كونترول على كاع واش راهو يطيب كونترولي كلش وعشي روحك في الطياب في لي تيكستور وفي ليكو. وي شيف الله يعاونك. ميرسي شيف. واش راك ناسي؟ شيف مرحبا بك. لاباس صافا؟ احكي لي واش راك دير؟ درك راني نوجد في اللفت اللي راح ندير له راح ندير له كلاسي فابران ولي شيت راح ندير له ديكيب وشيت اللي يبقى راح ندير بهم لاصوص تاع الرشته تاعي. ديجا الرشته كيفاش تبدا؟ الرشته مش نحطها ما راح ندير في ان امبورت بيس يكون مليح تكون اكوتي بيها بلا كومبانيمون تاعها اللي هو النافي كلاسي والبواشيش وفي الكوتي الاخر عندي بيري تاع البتي بوا مع لاصوص الكاري دانيو تاعي. تكون مسؤول على اللحم باغ اكزومبل ولا صوص؟ اللحم ولا صوص مسؤول عليهم مونيا باسكو مونيا بزاف 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 فورت في لي صوص باسكو لي صوص اللي كانت ديرهم فريمون ملاح وفيهم لابريونس فيهم لا تيكستير وشهيو. تحكمي الخيط ديالك هكذايا لازم تزيري بيان بزاف بزاف فيه ليدا. سيتي امبوسيبل امبوسيبل انا ندير هذيك لا تكنيك ونجيبها من بروميي كو. جاتني واعره بزاف ويدي كانوا يزلقوا من لا غريس دونك ما نقدرش نجبد بالخيط هذاك الوغ كملت بالمول. الفومي ما لقيتش الكسار الكبار درت زوج راس هنا دول بيه كلش وراس سوبر برافو بزاف. راني دايره كونفيونس كبيره 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 في عبد الرزاق
اليوم في لابريغاد تاعي عبد الرزاق هو دراعي اليمين. نسيم رضيف فينا ثقة كبيرة، سورتو أنا اللي مدلي حاجة مهمة كاع في البلا تاعو اللي هي هاد لوكاري، تما هذا لو كان ما ينجح لو بلا راح فيها. مونيا روحي ابداي لي في هذا. أصعب إيطاب هي كيكون المونشوني في الكاريداني، باسكو كان بزاف صعيب عليا وبزاف صعيب على مونيا ويوسف اللي فريمون سفروا معاه. يوسف كنت دو طونز اون طون نرمي عيني نصيب الامور سافا ماشيه تري تري بيان، مي ايمان اليوم حسيت باللي تعطلت معاها. راحي عاودي جيبي لي بواغ وقصيهم لي بالقشري وديري لي بلا كويغ بلا كويغ باريزيان. سيتي لو موفي مومون وين جو جو لو رول دو لا مامون اللي تعلم بنتها. الديسير نتاعك شنو بالضبط؟ الديسير تاعي هو غريبيه فاسون تيراميسو. غريبية كريم باردة، عندي الكافيار تاع الميال تاع المزهر وتاع لاكانيل ونسكافي. باهي نعطيك انا نصيحة، حضر ديما ان بلون بي على خاطر لا كريم تاع التيراميسو راهو ما تشدش واقفة وحدها. ذوق كل شيء في الديسير نتاعك، توازن في السكر اوكي؟ وي شيف رجلك ما تفورهاش تخوف، خليها تشبع المرقه تاع البولي تاعك عندنا ما تطبلهاش في التفوار. وي شاف وي يلا بون كوراج. ميرسي شاف يعطيكم الصحه. هادو انا ما بعرفش راح نديري بهم. هادو فوالا تيرمون ليدي عجبتكم بزاف داك النهار. حنا حبينا تبدلي ديري لنا انا ليدي. منين نحبوا نفشوا الضياف نديروا لهم لي بواسون، الوغ اليوم هاد لاسيت سميتها كابريس دانسولتان على حساب لا كومبينيزون اللي شويه صعيبه اللي درتها في لاسيت تاعي. وشنو عندكم غارنيتور؟ فلفله راح نشويها ونديرها نقدمها شغل كيما ناكلوا الحميص. لو ديسير تاعي ليليمون دو باز هو لا بواغ. ايه هذيك لا بواغ. لا بواغ باسكو هذا لو ديسير درته فريمون اون اوماج لحبيبتي عائشه. وقل لي النظام نتاعك لو مقبلي كان رفيق باغ اكزومبل عبد الرزاق ما مشيتلوش بالكل ما رحتش عندي. عبد الرزاق راني ثقه افر. ما تعرف حتى ولو يبدا عندك ثقه في الشيف في الشيف دو بارتي نتاعك خاصك تمشي له وتشوفوا بيتيت واش قاعد يمشي اسي فيت. جي بري اون كونسيديراسيون هاد لي رومارك تاع الشيف مالك وحاولت فريمون نطبقهم بوندون لو ديرولمون دو ليبروف. درتو بالراس نتاع لا لوت مسمي؟ نو كاين فيه بزاف ديال لي زامبيغتي هاوك علاش عندك اوتون دامبيغتي. حيد بيان تري بيان في فوار بيان لي كو دو لوت هادوك كاع جي زي فيلي هاجر كي سمعت شدوني ولا نتغاشى قلقت. سي نورمال سي نورمال باسكو ما كانش تعس فيا كانت واثقه انا كي عطاتني لي طاش تاعي قلت لها روحي متهنيه فهمتها باللي ما راني نخدم مازال ما كملتش. هوب سيفي ها راني فرحان بمونيا اللي راهي تشوف فيها تعرق وراهي فريمون تخدم من قلبها. نشوف اليوسف اللي عندي ما نقول فيه اليوم فاجئني فريمون راني نشوف فيه تاع الصحراء ويخدم على روحو مش يخدم لي قنديري. هو اليوم اللي راهو فينال ويخدم لي انا كي نشوف الكريمو كي نشوفه في عينيه نحسو باللي حابني نربح. البوان تاع مسكين يقول لي واش نزيد ندير لك واش نزيد ندير لك. مادام جينا هنايا لازم نعاونوهم الماكسيموم باش يسيي نسيم يوصل ان شاء الله النتيجة ايجابيه. الحاجه اللي راني نخمم فيها هو اني نوسع فارق النقاط بيني وبين نسيم، ما رانيش باغيه تهي الحقني، راني نخمم فريمون باش اكبر سكور اليوم يكون عندي ان شاء الله. لانجاز تاعي ما كملتوش وجيت نجري الفلفل باسكو راح نحال وما كانش شكون يديرو هذا، لازم واحد فينا دونك حبست الواحد وان شاء الله نلحق برك. بديت نخاف على روحي وبديت نخاف على الجروب ما على الجروب. نسيم وي شاف قالت لاحق ماما راني لاحق ما بقاليش باذن الله الشيء اللي بقى الوقت راح نكملوا مع الكاريطاني ان شاء الله. عاد سيتم عاد سيتم الخدمه ماشي هكا 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 هذا ماشي فوق الطابله هنايا طابله تنقى احكي لك ديالك دير نيطواياج جينيرال خمس دقائق الجايين قبل ما دير نيمبورت حاجه باسكو الحاله راهي مخلطه ما راحش تلقاو رواحكم. داكور شيف هكا شوفي باغ اكزومبل كيما هادي هكا شوفي لو سونس تاع الطول صباح هجر وي شيف عندي كيسو سؤال وي شيف
اسكو راح تمارينيهم؟ وي بيان سور شيف. وعلاش ما تمارينيهمش قبل ومن بعد ديرهم في لابروشيت هكذا باش ما توسخيش لابروشيت تاعك؟ راح الحال راكي تكومبليكي حاجه لعمرك. ابون قطعيهم كاع يتيك ترميهم في البول ديري هكا يتمارينو في دقيقه. اوكي انا على حسب عيني هكا راكي روطار باسكو هذو قلتي لي راح تروليهم. راح اروليهم ديريهم كروميسكي. كروميسكي شايف انايا كون جيت شيف هنايا في هذه الكوزينه احكم هذا احكم تري كبير حلو كاع وديروه في الفريجيدار خليه يبرد سينو ما نقدروش نخدموا به كروميسكي تاعنا. وي شيف وي شيف حطوه يبرد بيزاك سينو ما تلحقيش. وي شيف كنت عارفه باللي راح يقولي باللي راكي روطار ما راكيش في الوقت لازم تخفي هذاك لو بوين كان فريمون مخوفني بزاف جماعه لاسيم خضوره وانتوما ثاني بقاو 50 دقيقه تما ماكسيموم قال لكم نص ساعه طياب نص ساعه طياب معناتها كلش يكون واجد للدريساج وكي لحقوا لي كليون تاعنا ما راحش يستناو باسكو علاش باسكو حنا ريستورون تاع ماستر شاف ريستورون نيفو كرو ريستورون ما يسحق حتى واحد يستنى الطبسي ديالو وجميع حاجه تكون واجده ما تقوليش هذه ما وجدتش ونحيتها وكلش هكذا صحيتو لا صوص امونيا لا صوص شوف 10 مينوت توجد لا هيا فازي ليش قالك والو دار هادو ندير داك الكافيار كافيار راني مع الوقت بريسك جيست لو فات لي الكاري دون تاعي وجد سي بون ما رانيش خايف باسكو الكافيار ما راحش يدير بزاف وقت اون بليس لي تويل راني معاهم وما راحش يدير بزاف وقت جو سي سوبر اون غوتار راني نجري كونتر الساعه ان شاء الله نوصل اطون اصعب كوتي تاعي هو في لو بلا سيتي لو كوميسكي تاع الرشته بالكروفات باسكو عندنا لا كونتيتي ما على باليش دير شوف تاع عمر هاك وهاك عمر خلاص داكوغ في فيت بيزاك هالي 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 ليكيب هيا هاجر ونسيم استمعوا هنا الوقت قريب يخلص ولي كليون تاعكم عم بداو يلحقوا المجيء تاع ضياف منين دخلوا لاتولي صح هي حاجه تقلق مي او ميم طون سا ما بوستي هذيك الدخله تاعهم زادت شعلت فيا النار وشعلت التوربو باش نحط حاجه في لي زاسيت مرحبا بكم اليوم كي زادوا دخل لي زانفيتي عقلت لي شيف اللي نعرفه من قبل كنت بزاف فرحان مي ان مومون دوني حسيت شويه بالخوف Les enfants, oui, chef. On ne peut pas laisser attendre les gens qui sont dans le restaurant. Donc, il y a un peu de chacun, c'est bon. Mais ezerbo. Rani Hassarouhi, Rani Matla, Rani Hassarouhi, Rani en retard. Donc, Hedji, il y a vraiment beaucoup de stress. Ou Hedek stress, il y a un peu de stress. Ou Ben Ali, il y a Vas-y. À un moment donné, درت صح في بالي بلي مش راح نلعب باسكو ندير بزاف لي بوان دونك عندي 21 نصيحة 22 كابابل ما نلحقش ويديو لي بزاف وقت. À un moment donné, عاودت مسحت لي بلا مديت المونيا مسحت لي فوالا ديت في سواب لازم يكون سواب مليح. هيا مونيا معايا. هاني معاك. جماعة. ناسي مهاجر الاخر اللي يكمل يدريسي 21 طبسي يرفد يديه نحبسوا كلش هكذا الاول غامض علي علي اللي يكمل 21 طبسي تاعو يرفد يديه نحبسوا وشنو ليه خلوني ندي لافونتاج خلاص عندك لافونتاج عندك لافونتاج ما بقاش لاعب لازم اليوم دوك الدريساج وقت الدريساج عندي ان افونتاج ما نعطيهش حط لي كوب شابين يا بيزاك سا سي با بو سا سي حط لي كوب نسيم il faisait tout pour terminer بكري باش ما نقدرش نحط لي زيليمون تاعي كومبليت سي بون هيا خلاص مونيا كي كنت نبعث في لي زاسي تاعي يديهم لي شاف كنت بزاف فرحان كنت بزاف موتيفي كنت بزاف فخور بروحي وبالبريكات تاعي حطيت لهم لي زاسي تاعي وكل امل باش يعجبوهم
هاجر اش خولك ديجا في الطبسي ديالك؟ لاسيات نتاعي الحمد لله راه فيها كاع لي زيليمون اللي كنت حابه نديرهم لا صوص لو كروميسكي كل صوص انا بنت لي ناقصه اون صوص يا شيف لاسيات تاعك بار مال شانس وي ميسالش وانت نسيم اش خولك في الطبسي ديالك؟ بالنسبه لاسيات تاعي راني بزاف بزاف فرحان بهم مفتخره بها باسكو فريمون واش كنت نيماجيني درت الحمد لله يا رب. قول لي حاجه في الطبسي تاعك نسيم اللي تخمم بلي ما نجحت لكش. بالك لا فورم تاع الكاري دان بالك ما كانش منقي مليح. وانت يا حاجه في الطبسي ديالك اللي طياب تاعها مرابي دريساج ما رانيش ساتيسفيت منه سيتي با لو دريساج اللي كنت حابه. هاجر وي شيف الدجله اللي حطيته هنا توريفي الججلان مشي توريفي يلا حطوه في الطبسي في لافينال تري بيان. وانت نسيم الكاري دان تاعك قطعته هكذا وتاع الاخرى ما وقفتش ما نفكرش عليه اي اون بلوس ما عندك ما تقول لازم امبيكابل اون بلوس انا ديكوبي نلفت بهذه الطريقه مليح بصح اسكو حنا في الجزائر ناكلوا الرشته فيك تخوا بيتي تاع مورسو تاع اللفت دونك حبيت ندير حاجه اللي شويه كاسترونوميك ما يكونش بزاف البلا شارجي اي تو سي فغي لا لا عندك الحق في هذه اما فما بيت بنين فوالا تخوا بيتي كاري اون بلوس كي حطيتوهم لو كوتي كلاسي ماهوش باين دونك بيض سوغ بلو بيض. يعطيكم الصحة. يعطيكم الصحة، ميرسي بو. ميرسي بصحتكم. مرحبا بكم. مرحبا. صحتكم. مرحبا بكم في الريستورون تاعنا تاع ماستر شيف، لو بلان تاعي هنا سميتو تفشيشة السلطان. خممت باش نحط هذاك لو بواسون والرشطه نحطهم بون فاسون كاع واحد اخرى بوغ سيدوير هاد لو سلطان غورمون. الوغ بصحتكم بون ديغوستاسيون ان شاء الله يعجبكم لو بلان تاعي. ميرسي. بصحتكم اولا درت لكم كاري دانيو بالرشطه، رشطه تراديسيونيل درتها بالصوص تاع البولي. درت لكم كاري دانيو بلا صوص صويا صوص ودي كلاسيس بالفينيغر دوري. درت لكم فيري بتي بوا مع البوم فير بور لاسيديتي مع نوا د ميسكاد مع شويه تاع لامونت ولا بيغوز مع لا سيزون مو بيان سور. درت لكم لو نافي كلاسي. بالنسبه للبواشيش طيبته في لاصوص تاع الرشته من بعد درته بوالي في لابوال مع الزبده ودرت له لا سيزون مو تاعو في الكحل وكامل. بصحتكم مرحبا بكم. بالهجر الحوت طيب كيما لازم عجبني لاصوص بنينه الكوميسكي انا بوغ موا ناش من داخل مالغري لاصوص طماط. بالنسبه للناس نجح بزاف في لاسيت تاعو مع الرشته هذه غوفيزيتي وهذا واش طالبين. الوغ انا باش نبدا بالطبسي نتاع نسيم على خاطر عجبني وعجبني برشا. جو تروف كو وصلنا للنيفو نتاع الفينال. الطبسي ديالو منظم ودقيق، البوغي بنينه، اللحم انا يعجبني بحال هكذا خاطر نحب الراه غوزي، الرشتة روعة، اللفت خسارة ما كاينش أسي فوالا. لاسيت نتاع هاجر أنا تقلقني شوية على خاطر مالحة. باغ كونتخ كالعادة هاجر مرة أخرى تورينا اللي في الحوت تقعد كوميم متمكنة من المنتوج هذايا وتعمل به حاجات روعة. أول سيرفيس تاعهم هذا في ريستورون وعلى بالنا في ثلاثة واش معناتها سيرفيس. أنا راني بزاف فرحان بهم. طلعوا زوج طباسة شابين فيهم لي كولور فيهم الفوليوم وكلش طايب وكلش أسيزوني بيان لا فيريتي بنين. أنا جي أوبتي بور في دريساج يعني في بريزونتاسيون فريق أحمر. بور موا لو غو ساجي سوغ دريساج. لو دريساج تاع نسيم إيتي فريمون تخي جولي. هذوك لي بون جي با غوتي كلش لي بتيت بول لي بتيت فلور سيتي فريمون تري جولي عجبتني الدريساج تاعها. لو دريساج تاع هاجر كان بوكو بلو ليجي على لو دريساج تاع ناسي. لو دريساج تاعي كان عبارة عن ان كود بانسو بلا صوص وشوكولا ومن بعد حكمت لابواغ تاعي هذيك بوشي حشيتها بأميلونج تاع الجوز واللوز المحمصين وخلطتهم بلا صوص كراميل اللي درتها. حطيت بيل بتيت باغ دو كوكيز
الشوكو نوا هذاك البراوني حطيته وحطيت عليه لابواغ، حطيت نقاط تاع لاصوص كراميل وحطيت حدا لابواغ لاصوص الشوكولا جينيروزمون. بالنسبه للدريساج تاع الديسير عندي كراميل 3 صواب، غريبيه تاعي عندي لا كريم تاع تيراميسو اللي حندير هذه لوزاس فوق الغريبيه مع لوزاس تاع سيترون، عندي فوقهم كامل رشه تاع الكاكاو، عندي اكوتي لو كافيار تاعي و بيان سور بيتال دروز كريستاليزي. هنا هاد فوالا لي كلير كوميستيبل فيهم كامل فيهم كامل فيهم كامل. خير بوحسا ملي بديت في ماستر شيف توجور ساعة هي اللي تحدد لي الوقت، الوغ اليوم من حسيت بلي لادفيرسير تاعي هو اللي راه يزير فيا في الوقت هاد لو كوتي قلقني شوية وحسيت فريمون بواحد لو تروك اللي نرفاني من جهة نسيم. بالنسبة ليا اليوم الديسير تاعي راني بزاف فرحان به بزاف، ديسير أنيق خفيف حلو مر حامض كيما لازم يكون الديسير اللي كي تقدر تاكلو وتبقى ذوق فيه ذوق فيه تخلص لاسيات. لو ديسير حاول باش ما غاتخاب فيه وكان لو دريساج كيما كنت باغيه 100%. انا عندي سؤال، اسكو خممتي جلوبالمون لو بلا اي لو ديسير مع بعضهم ولا كل واحد خممتيه وحده؟ بواسون سيتي ليجي تقلت في الديسير. تقلتي في الديسير فوالا سي سكو جو فولي دي لو بوت تاعي في المنيو تاع اليوم. نسيم وي شيف انت فسر لنا الحكايه نتاع الديسير. الحكايه تاع الديسير تاعي اليوم حبيت ندير حاجه اول مره، مرت ناكل تيراميسو مشرب لوندوشا ايتو، اليوم حبيت يكون بالغريبيه اجيريا ودرت فيها شويه زيت سيترون باش يعطيني لا فريشور باش ينحي لي شويه الحلاوه تاع الكراميل. ياسين مشاف انت تاير بيسكوي كبير ماشي مشمع، واش خايف يجي ناشف؟ نو ما يجيش ناشف باسكو عندي لا كراميل منا، لا كريم اللي راح تمد البنه والكو تاع تيراميسو اون طون تمد لا فريشور الديسير تاعي، حطيت معاهم ثاني الكراميل اللي زعما ما تلقاش التكسير اللي تحبها تاكل معاهم لا كراميل. ميرسي شيف صحتكم صحتكم بون ابيتي. الديسير نتاع هجر بنين وبنين برشا، افيكاس انا نقول، في الكوكيز اللي درتو انا عندي زايد، باغ كونتخ عملت ان كراميل مالح بنين برشا، لكن الكمية نتاعو قليلة، سيرتو كي تجي تقارنو بالكمية نتاع الشوكولاتة اللي هي بزاف، أما الحقيقة يعطيها الصحة على خاطرو بنين بنين وبنين. نسيم أنا عجبتني الغريبية نتاعو تذوب في الفم، تذوب 100% في الفم، مانون قلقتني شوية لا كريم نتاعو. Alors le dessert تاع هاجر اكزيكوتي كيما لازم، كلشي بنين مي كلشي مع بعضو انا يكملني، انا هذا جامي نقدر نكملو. بالنسبه للنسيم انا غريبيتو جاتني تدوب في الفم مليحه بصح ما يدما بزاف، انا كنت نستنى في القارص، هنا القارص انا ما حسيتش به، دونك ناقصني وحموضيه ولا دي فروي كلكو مورسو دو فروي بور باش يحيي الطبسي تاعو، ولكن الدريساج تاعو انا عجبني بزاف بزاف. الطبسي تاع هاجر بزاف بنين، لانجاسا طايبه سوا سوا، البراوني من تحت حاجه مشمخه هايله، واش دار نسيم طري طريفه، الكافيار تاعهم احسن حاجه عجبتني في الطبسي، بزاف بنين وبزاف يجيب لاتوش الجيريان مع الغريبيه. انايا قدام الشيفان اللي عرضناهم ولي بروديكتور وكاع الناس اللي خدموا معنا في هاد لا سيزون، انا عندي راهم مشرفيننا مع بيش هما واش غيخمو، ما انا عندي مشرفيننا شرتو بلي ديسير تاعهم اليوم. لاسيات تاع فريق الاخضر سي ان تيراميسو ما شفناش لا كومبوزيسيون تاع التيراميسو. ديسير تاع الفريق الاحمر يعني يعطيني اكثر واللي هذا جوب بور الفريق الاحمر. لي دو بلا كانوا شابين سي تري ديفيسيل بور دي بارتاجي ميم كوتي تاع لو دو فيزوش كانوا ملاح. ضيوفنا الكرام
حبيت نشكركم دابور كي جيتونا وحضرتوا معنا في الاختبار الثاني تاع هاد لا فينال تاع ماستر شيف 2017. عجبتكم الماكله؟ اما لا لازم نشكروا اللي قدموا لكم دو منو اللي صح عندهم مستوى تاع اون فينال تاع ماستر شيف، هاجر وناسم. بيان سور راهم يتيريو عليا بعينيهم، لازم نشكروا بنات لي بريغاد اللي كانوا معاهم. وما ننساوش لي سيرفور اللي سباو. فوالا هاجر ناسين، دوك تسامحونا انتوما ولي بريغاد تاعكم، تتفضلوا خارج لاتولي باسكو ما لازمش تحضروا في الفوت. وانتوما اعزائي الضيوف وجدوا روحكم باش تفوتيو على لو منو كو فو زافي بريفيري. هيا تفضلوا سامحونا. هاجر وناسيم، قبل ما نعطيكم النتيجة ماذا بيا تقولوا لي كيفاش حسيتوا كيفاش عشتوا هذا الاختبار الثاني تاع هذا الفينال؟ نبدا بك هاجر تفضلي. الاختبار تاع اليوم اللي درناه في لاتولي تاع الريستورون ماستر شيف كان أكبر اختبار في ليزيبروف اللي درناها في ماستر شيف. سيتي فريمون ستريس كبير، حسيت روحي دون لابو دان شيف، خدمت من قلبي، خدمت كنت نستمتع في الخدمة. باغي نمد الماكسيموم تاعي اليوم. صح، وانت ناسي؟ بالنسبه لي اليوم كنت شيف بريغاد. كنت فخور بروحي باسكو فريمون درتي طاب باري طاب، خرجت الميني تاعي كما لازم يكون، ما راطيت حتى حاجه. باغ كونتخ كامل كانوا يسمعوني، كل واحد عرفت شنو مد له الطاج تاعو، وهذاك هو اللي كان الحاجه اللي مديتها لهم، كل واحد خرج لي واش لازم يخرج لي. راني فرحان بروحي اليوم وفخور بروحي، فخور بهم هما ثاني. لي شيف قبل ما شوفوا واش كان في الصندوق ونمدوا النتيجه، ماذا بيا شاف ياسمينه تقول لنا واش رايكم انتوما اون طونك كليون في الشيء اللي خدموه هاجر وناس. اون طونك كليون حنا في ثلاثه جاونا بيزاسي شابين، ما بخلتوش علينا بالخدمه، جاونا ضيوف وشافوا باللي صح انتوما اللي تستاهلوا لا فينا، يعطيكم الصحة. دونك عرفوا باللي رانا فريمون فخورين بكم. الحلم تاعي تاع يكون عندي ريستورون، تاع يكون عندي دي كليون، حسيت باللي اون بارتي من هذاك الحلم تحققت. شيف مالك، نجوزوا النتيجة تاع الفوت. يلا. تفضلي. النتيجة إن شاء الله راح تكون مليحة، باسكو فريمون قريت في عيني باللي راهم فرحانين بالأسيات تاعي، سواء في الفلور ديساج اللي درتو اليوم ولا ديسار. رايحين يمدونا لي سكور تاعنا، راني ستريسي، راني خايفه وراني مقلقه بزاف بزاف. كنت مستني باش يكونوا بزاف لي بوان ليا انا، كنت مستني باش نكون انا طلعت في الفيرديكت وطلعت في السكور. انا 4 نقاط نسيم، 4 نقاط الهاجم. وهذا 10 نقاط الهجر. فرحت بزاف باسكو عرفت باللي لا بلوبار تاع لي كليون اللي كانوا في الريستورون عجبهم لو منيو تاعي، عجبتهم ماكلتي. دونك عندنا
14 نقطة الهجر وعندنا 4 نقاط نسيم. كاين ناس ما عرفوش يديكيستي. قاو 3 نقاط اللي هما اون فيت 6 على خاطرهم سي لي فوت نتاعنا اللي هما يحسبوا مضاعف. نجم نقول لكم اللي 3 فردلو. نسيم بالنسبه ليا لو فات لي جو فوتو عليا اللي شاف في 3 بور موا سي ليسونسييل. الاخر شنو عندنا؟ هاجر عندك 14 نقطة ونسيم 10 نقاط. جي سيدوي لي زانفيتي باغ كونتخ لي شيف ما قدرتش نال إعجابهم، مي معليش المهم لو سكور فينال 14 اون فاس 10 بوان جو سوي ساتيسفيت. باش نفسر لكم علاش احنا 3 باسمنا 3 علاش صوتنا لنسيم اليوم. نسيم اليوم استنينا منك لو بو ولقينا ان بو روعه روعه روعه. الديسير نتاعك ما كانش حلو بزاف، كان متوازن مع لو غيست نتاع المنيو نتاعك، وهذا شنو نستناو احنا من ان فيناليست نتاع ماستر شيف 2017. راني فرحان بالبلا تاعي اللي درتو، ولا بالي بلي البلا تاعي اللي كان خير، الديسير تاعي اللي كان خير، الحمد لله، سي ليسونسييل، اون بليس الشيء اللي مدوه لي البريغاد تاعي ماشي قليل، نعطيهم الصحة، فريمون راني فرحان بهم. نسيم. وي. كاين حاجة كنا دائما نحوسوها عندك وما لقيناهاش، سي الدقة هذيك، لا بريسيزيون. اللي نورمالمون عندها هاجر. الدقة. مي اليوم أنتايا كانت عندك الدقة في كلش. وسيرتو في كيفاش مشيت الكوزينة ديالك. وهذاك مهم بزاف لينا. هاد الحوايج اللي خصوك هاجر اليوم. كانت خلطة بزاف في الكوزينة ديالك وكانوا ناقصين بزاف حوايج في الطباسة، كنتي دائما روطار الدريساج تاعك اون بلوس سورتو الديسير تاعك بزاف بزاف حلو، الواحد ما قدر يكمل. بورتون قبل ما يكون على بها الناس بزاف غطاو عليك. Malgré la réussite les Dertaf, les deux épreuves consécutives, bah ça toujours sur mes gardes. Lazem toujours n'hakem hadik l'attitude ta prudente, vigilante, باش نقدر نكمل نيشان. نسيم بين ليلة وضحاها تغيرت. وليت شاف من أول مرحلة تاع لا فينال لليوم أنا بهرتني. لو ديسير كيفاش عامل، لو بلا كيفاش عامل، لو شوا دو بلا اي اون بلوس. في لابريغاد تاعك سيرتهم كيما لازم، فرونشمون شابو. يعطيها الصحة شاف ياسمينة باسكو اليوم كانت تشوف معايا كيفاش نخدم وما راحش حقي في بطل مع لي جيري. اليوم لي شاف فوطاو في 3 على نسيم، وهذه حاجة مليحة، لكن ماشي غير هما اللي فوطاو. دونك أنت نسيم اليوم في الاختبار الثاني تاع لا كروند فينال تحصلت على 10 نقاط، وأنت يا هاجر على 14 نقطة. ملي بدات لا فينال انت عندك مجموع تاع 28 نقطه وانت هاجر عندك مجموع تاع 35، لكن ردي بالك هاجر 7 نقاط ماشي حاجه. بالنسبه للسكور تاعي اللي هو 28 والسكور تاع هاجر 35، ولا ما تفرحيش بزاف باسكو مازال جروند فينا راح يتلعب ولعل وعسى. كل شيء يقدر يتبدل دايوغ في ثالث واخر اختبار تاع هاد لا جروند فينال. الاولى جبت اكثر منه، الزوجه جبت اكثر منه، ان شاء الله يا ربي يا ربي جيسبر الثالثه ثابته. راكم رايحين تجوزوه خارج لاتولي ماستر شيف، ما نقولكمش وين، نخليوها مفاجاه. ماستر شيف أكبر مسابقة طبخ للهواة في العالم تعود إلى الجزائر في موسمها الثالث. هنا في هاد لاتولي اللي راكم رايحين تفرحوا تتقلقوا تتنافسوا بالك تتجرحوا وبالك تفوزوا بلقب أحسن طباخ هاوي في الجزائر. أنتم من هواة الطبخ؟ راكم حابين طوروا معارفكم في الطبخ على يد حكام استثنائيين؟ راكم حابين تعيشوا مغامرات لا تنسى في مناطق مختلفة من الوطن؟ إذا جربوا حظكم باش تتحصلوا على لقب ماستر شيف الجزائر الموسم الثالث
سجلوا نفوسكم على الموقع www.masterchefalgerie.com. ماستر شيف الجزائر هي مسابقة طبخ خاصة بالهواد فقط. مبروك على الفائز تاع الحلقة السابقة، وانتوما تاني إذا حبيتوا تربحوا مجموعة كاملة من الأجهزة الكهرومنزلية، ثلاجة، آلة غسيل ذات باب علوي، فرن مدمج، طاولة طبخ، ميكروويف، وآلة تهوية. سهل، ما عليكم غير تبعتوا كلمة شيف على الرقم 66025 وحاولوا تربحوا المجموعة الكاملة لبغونت. La dernière épreuve de la compétition, راني فرحانه بلو باركور اللي درته، مي ان ميم طون راه عندي بزاف بزاف لا تريستيس لو فات رايحه نتفارق مع ماستر شيف وليكيب تاع ماستر شيف. راني قررت الحلم تاعي اللي راح نعيشه، ما قالش عليه بزاف، راني نحس في روحي وصلت للنجمه اللي كنت ديما نحلم بها. هاجر ونسيم مرحبا بكم، هاكم لحقتوا لاخر اختبار تاع لا غروند فينال تاع ماستر شيف 2017. كيما راكم تشوفوا رانا في ليشخا، المدرسه العليا للفندقه والاطعام. هاد المدرسه اللي تخرجوا منها ومازالهم يتخرجوا احسن وافضل المحترفين في هذا المجال. ماستر شيف عطاني الفرصه باش نطيب في هاد المدرسه. الوغ اليوم كنت فخوره بزاف اني قدرت نوصل لهاد البلاصه. اليوم اللي فات اللي راح نطيب لهنا هذا السيت وهذا لونتوراج راح يمد لي نفس جديد، راح يمد لي نفس نقدر نكون به اليوم انسان جديد وقوي ونسيم جديد اللي يقدر يمد اي حاجه ويبهر بها اللي شاف. اليوم اختبار حاسم او يسنى فيكم، عباكم واش معناتها؟ معناتها اخر مره راكم رايحين تقدموا الابداعات تاعكم اللي شاف تاعنا، واليوم اللي واحد فيكم او راح يولي لو ماستر شيف 2017. راح نسيه ماكسيموم باش نطلع سكور تاعي ويكون انا هو ماستر شيف 2017. لي شيف وشنو هو التحدي اليوم اللي هو راح يفصل بين هاجر اللي جمعت 35 نقطة وبين نسيم اللي ماهوش بعيد عليها ب 28 نقطة؟ راني باغي نعرف لو تام، راني فغيمون امباسيونت باش نبدا نطيب وندخل الكوزينة. الكوزينة قبل كل شيء مكونات واحترام للمكونات، اليوم باش تعملوا لنا ان منو كامل، معناتها اونتخي بلا اي ديسير. دونك باش نبداو بالاونتخي، عندكم مكون نجم نقولوا يخرج شويه على العاده باش نقدمه لكم اليوم واللي هو لورسان. لي زورسان او جامي طيبتهم، جامي خدمتهم، جامي زعما تعبوكتهم. واش نسيت؟ نو انت هاجر صافا شوك شوكا عمري ما خربت فيه. مني شفت هذيك الحاجه دونجوز الخطيره اللي نخاف منها نشوفها محطوطه طبسي تحت لا كلوش تاع شيف مالك، سيتي فريمون ان شوك ليا. حاجه فراجيل، فريمون سي تري فراجيل، دونك لازمكم تعاملوا بكل الدقه وبكل الاناقه. حاجه اخرى باش نقولها لكم، لازمكم تعملوا اون اونتري بارده. هاجر وناسين، اليوم الروند الاخر القتال، تحت لا كلوش كاين الانغريديون اللي جبناه لكم باش ديروا لنا البلا برينسيبال. جبنا لكم الطير اللي شغل في الجزائر ما نخدموش بزاف، مي في العالم شغل حاجة كبيرة. أنا جا في بالي الحمام، كنت بالك عفسة أخرى، كنار، أوه البراك، بطة، طيبي بطة. البراكة حاجة شغل ديليكات، مم ديليكات على الدجاجة كي تكونوا تقطعوا، الشحمة تاعو تذوب بلو فيت، والحم ديالو خفيف أكثر. هاو ليكم تهلاو لنا فيه، حطوا لنا حاجه نيفو تاع فينال تاع ماستر شيف، اكو على بالكم. الوغ بالنسبه للديسير دونك هنا تحت شميت حاجه ريحه تراديسيونيل باسكو شيف ياسمين ديما تبع الجزائر. عندكم مكون كل الجزائريين يحبوه، موجود بزاف عندنا في الجزائر. شوفوا هذا تمر تمر تمر، هذيك حاجه فرحتني بزاف. دونك التمر نديروه حنا حلو، نديروه مع اللحم نديروه، مي حنا حتى طالبين منكم ان ديسير. لي شيف بصح دوك رانا نشوفوا دو كلوج ما شفناش واش كاين الداخل، هادوك وشنو؟ الخبز. بالك الخبز؟ نو مش الخبز، هذا مكون باش نزيدوه كل واحد منكم بالزهر
نسيم المره هذه باش تبدا انت اختار اون دي دو كلوش. تشينا. كي شفت تشينا قلت فوالا هذا المكون هو اللي قادر اليوم يصوفيني. قادر هذا المكون هو اللي يدير لي لا ديفيرونس بيني وبين هاجر. قالت لك انت هاجر المكون. قارص. صافا. تحبي القارص. جادور. حسيت بلي انا ليمون نقدر نبدع به اليوم مع هذوك المكونات اللي كانوا عند لي شيف، دونك ما كان عندي حتى بروبلا. دونك كل واحد منكم عنده هذا المكون هذا ديالو اللي تاخذيه بالزهر اللي باش يتبعوا في المنيو نتاعو. في لي تخوا بارتي نتاع المنيو لازمنا نحسوا بالقارص وبالتشينا. لي شيف. هاجر ونسيم، اليوم لي شيف تاعنا هم رايحين ينقطوكم وهم رايحين كل واحد فيهم قادر يمد لكم حتى 30 نقطة ماكسيموم. هذا الشيء خلاني بزاف فرحان وموتيفي. البوان تاعك كي سمعت بهذا العفس قدرت هكاك. باسكو اليوم هو نهاري. نسيم بالك فهمت هذا الشيء وأنت قاني تهاجر لازم تفهميها. كل شيء يقدر يتبدل اليوم. هذا الشيء يقدر يدير تفاوتات كبيرة. يقدر حتى هذا الكليكار اللي راه بيني وبين نسيم تاع 7 نقاط يقدر يمحيه. السؤال دوك هو شحال من بلاج، شحال من ديسير، شحال من منيو راكم رايحين تخرجوا؟ ثلاثة؟ ما نظنش. ما نظن. كاين ضياف. دوك نجاوب. كاين ضياف جوستومون. فهمتهم باللي راح يكونوا شخصيات من ليكول اللي رانا حنتيرنيو فيها اليوم، راح قلت بالك لي كومي تاع ماستر شيف. دونك أباغ لي منيو راكم رايحين تحضروهم لي شيف تاعنا. كل واحد فيكم أو راح يستقبل 4 ضيوف اللي يحبوا يجيوا اليوم هما ما عندهمش حق باش ينقطوكم ويعطيوكم النوت بصح يزون انسيستي حبوا يحضروا معاكم في هذا الاختبار الأخير تاع لا غروند فينال تاع ماستر شيف. شكون؟ واش بيك؟ واش بيك؟ كمان ومن بعد ما قدرتش نحكم في روحي امبوسيبل وهذيك هي الحفسه اللي خلتني نروح نجري ليهم نحضنهم ونسلم عليهم. اليوم مالقري الام تاعي مانيش حاضره معايا. كون جات حاضره معايا راهي فخوره بيا باسكو عمري ما سيسه بالنسبه لي عمري ما ماتت والحمد لله البركه في راس بابا وفي راس عمتي واختي وسامه صاحبي. قول الله وسيم مين شفته؟ تلمو عندي بزاف ما شفتوش بالي كبر حسيت ولدي كبر حسيت تبدل عليا. الله كان عندي فريمون تفاؤل كبير كبير باللي ليبخوف تاع اليوم رايحه تجوز دون دو ميور كونديسيون. مرحبا بكم هاجر ونسيم العائلات تاعكم هما هنا دوك ما بقى لكم غير تشرفوهم تفوتوا الكوزينه في الكوزينه راكم رايحين تصيبوا الدوكومي اللي تكونوا هنا في ليشخا اللي هم رايحين يعاونوكم باش تخرجوا لي منو تاعكم عندكم 3 سوايع انا نقول لكم بون كوراج ربي يقدركم. اخر اختبار تاع منافسه ماستر شيف 2017 يبدا الان. Thank you.
اليوم منين راني مع نسيم في الفينال على بالي بلي هو اللي يستاهل اني نتنافس معاه على اللقب، وراني فريمون فخوره اللي راني واقفه معاه في الفينال. اليوم راني انا وهاجر في اخر منافسه بيني وبينها. نحيي هاجر على المرحله اللي وصلت ليها، وصلت ليها انا وياها. اليوم نخدم في مطعم بروفيسيونيل، في اونتوراج بروفيسيونيل، مع ماتيريال بروفيسيونيل. هذا هو الشيء اللي يخليني نكون ماستر شيف. اليوم رايح نطيب في كوزين بروفيسيونيل، راح نطيب افيك دي كومي بروفيسيونيل. اليوم هاد الحاجه فريمون عمري ما توقعتها تصرالي. اليوم سي بون، حسيت روحي شيف. يلا في ستيلو سي بون. On va faire le brief. الحاجه الاولى اللي درتها حكمت لي كومي تاوعي، حكيت لهم على لو موني اللي راح نديروه. قلت لهم فوالا كل واحد يدير لاطاش نتاعه باش نبداو الخدمه ونكونوا افيكاس. جبت لي كومي تاعي فوالا، فهمتهم بلا روسيت، فهمتهم بالموني، ديريكت بديت نجيب لي زانغريديون. لا دوزيام ايتاب رحت ليبيسري، باسكو على بالي بلي ما رايحينش يعرفوا ليبيسري تاعنا كيفاش رايحه تكون. دونك فوالا جبت كاع الحوايج وبدينا في الخدمه. خيروا واش تحبوا. واش بغينوا ستريس لينا لي غا فيت فيت ديبلاسي فوالا ديبلاسي خدموني تحسوا راحكم الاس. لا لا التام تاع اليوم تام بزاف صعيب اللي يستاهل باش يكون في لا فينال وفي اخر بلو. ابري صافي فيكو اش دروك واش يدي ابراهيم هذوك ديرهم لي اشي، هذوك نحيهم ديرهم لي اشي حطهم دون ان تي تروك. وانت ياسين احكم لافوكا قشرها عصر عليها سيترون. اوكي ايو تو في تا بيوري تو بران ميكسور سي بون. اوكي فوالا ياسين رابيد. ابراهيم ابراهيم جو 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 ابراهيم. هيا امل ميسي وي شيف. هالي 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 بالنسبه للطاج تاع لي كومي تاعي كما عندي ميسي راهو مع لي زورسان، عندي امان راهي مع التقشير تاع لي ليغيم اللي نحتاجهم. لو برودوي اللي راه كاتلني بالخوف هو لي زورسان، باسكو انا ديجا كي نشوف زورسان في البحر لحمي تشوك. لي زورسان ما عندي حتى درايه بهم. الوغ كنت امباسيونت وانت واحد من لي شيف يفوت عليا ويوري لي لا تكنيك ويعطيني دي كونساي بارابور ا سا. زعما اليوم يوم نهاري اليوم. مرحبا بك شيف. خير عليك. صافا راك في حومتي هنا على بالك؟ وي تغلط تخلص. مرحبا بيا من عندك. راك في الكوزينه تاع الصح. شفت وين راك؟ وي اسكو هذه هي المعيشه راك حاب تعيشها؟ هذه هكذا هي شيف كوزينه نتاعك. اول مره نعيش ونبقى نعيش فيها ان شاء الله مع الوقت. هكذا وي شيف صح. واش راح دير بالكنار؟ كنار راح ندير كنار لو ماغري كنار. راح ندير دو بيري وحده تاع لونافي مع مع الفيو وحده مازال ما ديسيديتش واش نديرها. وراح ندير جي تاعو بالفينيغر دو فان وجي دورانج ولوميير. اليوم راني معول نبهر لي شاف بالميني تاعي، راني معول نبهرهم بلا فيناس، راني معول نبهرهم بلي كولير، راني معول نبهرهم بالطابلوات اللي راح نحطو لهم ان شاء الله. بالك طياب تاعو؟ وي شاف. بالك وبالك. داكور شاف. هكذايا؟ وي شاف. كاين حاجة دوكا. وي شاف. نسحق نبدا نسمع العياط هنا. وي شاف. وي. راك تسمع واش راني نقول لك؟ وي. كوزينة بروفيسيونيل كوزينة يحصل فيها العياط، ماشي العياط تاع التهاوش. الضارب وكذا تاع دير كذا وين راك تجيب كذا هذه واجده هذه كذا نسحق مع الشاف يجيري بريكاب ديالو هكذايا مالا ابدا طير باسكو راك تهضر عندك لي زورسان عندك هذا عندك ديسير كذا لازم كلشي ديماري داكور شاف هكايا ابدا مشي ليكيب ديالك
بالنسبه للباسار تاع شاف ربح عطاني بزاف لا كونفيونس كيما ولفت لي شاف كيما تعودت عليهم ديما ندير من عندهم الشيء المليح. هنا كاين بيوري دافوكا، نهضر بشويه باش ما يسمعنيش نسيت. كاين بيوري دافوكا فيها لي كوب دو بوم فيرت، فيها بوكو دو سيترون باش ما نخرجش على لو تيم، اي فيها لا سيبولات باش بور ريلفي هذاك لو غو تاع لافوكا. فوالا هايله. ليزيتاب تاع لونطري تاعي عندي ليزوغتان راح نديرهم فارسي بالشبت وكيما رانا نشوفوا بالياورت ناتور والبسباس مع لا سيزونمون، وعندنا ثاني لو سيبخام دورونج مع الفان دومي بالثوم وبالليزيرف و في الفور ان شاء الله. ابراهيم لا برونواز دو بام De pomme verte, d'accord. Okay. Dire à citronné, la okay. Tu filmes ou tu en vends. La robe, tu le mets au frais. D'accord. La purée d'avocat au frais. Ok, chef. Hajar. Oui, chef. Bakhir. Bakhir, ça va, chef. Le vote, c'est quoi, Kayla? Elle est là, Fatma. Elle est là, on est bien. L'équipe d'Yark, elle est là. Ça va, Haylin, Brahim. Super, elle est là, c'est vrai, chef. واش كي معاوله ديري بهم لي زوج راح نورمالمون جو بيكير لي كل هذوك لي كوكي نتاعهم نحط بروينواس تاع بسباس سيترونيه نحطها لداخل من بعد لي هاد لا شير تاع لورسان ومن فوق راح ندير كريم دافوكا نديرها فيك دي بون فيرت باش نمد لاسيديتي ندير سيترون بو يوتيليزي باش ما نخرجش على لو تيم على لو تيم تاع السيترون ديالك والبراك شنو ندير له؟ البراك راني باغي اليوم نطيبه سكري سال طيبتيه ديجا حسيت سولاجمون قلت او موان شاف رابح راه هنا دوك نبدا نسقسيه كاع لي كيسيون اللي راهم عندي باش الماكسيموم يكيديني دونك لو باساج نتاعك كنت نقارع فيه ب 10 عينين المهم اليوم تلعب لا فينال دونك جماعه وي شاف ناسي مهاجر عندكم 45 دقيقه وانتم تطيبوا دونك بقاو لكم زوج سوايع وربع باش تخرجوا لي تروا بلات تاعكم هكايا سمعتني ناسيم هايدا صحيح ها يا جماعه خليكم تخدموا الله يعاونكم وجيتهم قطعهم بيان قلبهم باش يقطعهم مليح حطهم في البلاطو حطهم في الفريجيدار واروح نعطيك واش تبيع الحليب وراح ديرو شويه كاسرول هذيك شوفي كي تحطي درك اللفت شويه 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 ديرو شويه تاع سيزونمون ديرو شويه تاع ماشي في الكحل وكوبي اللفت قسمي قسمي تغطى قد قد داكور وعيط لي تجي تشوف ايا داكور صح الشيف تاع اليوم يا نسيم عنده بلان بون زيدي وكاع لي روسيت لي اللي هضر عليهم وخايب يديرهم اليوم كاع سو سوبر اوريجينال جانا دقتهم دونك انا هات دو فوار لو ريزولتا هيا لي جان هيا فيك شوية ياسين جو 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 ياسين جو منين كنت نوجد في لاكاسرول تاعي كنت نسخن فيها باش ندير فيها شويه زيت ونحمر هذوك لي كاركاس تاع الكازا نخلعت على كل بوان هذوك لي فورنو اي سون بروفيسيونيل ورابيد هيا ميسي امل فيت فيت شويه وي هاي 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 ما بقاش عندنا بزاف وقتها لازم نلحقوا ان شاء الله هيا فيت فيت ابخي سا هاجر جو في كوا ابخي سا سنا لي زيدي لي زيدي لي زيدي لي زيدي نشوفو لي فري نروحو نشوفو لي فري لو ستريس ما خليش يغلبني ويخليني نحط يديا وجو بيس لي بغا اوكونتخيغ لو ستريس دايما يمد لي دفعة قوية لقدام هاجر لي هاسي لي ساك دو لافوكا سي سور ها ها اه وي مي سيتي لا بومبير فوالا نسيم اهلا الوغ لونتري تاعك وين عادت؟ قول لي برك وين عادت؟ راهي نورمالمون واجده، بقى لي غير لو بان دومي تاعي يتحمر اي سيتو. تخي بيان، ولو بلا؟ لو بلا تاعي لو بيري راهم يطيبوا، قالت لي لاصوص ونطيب الماكلة ديالنار تاعي في الدنيا منوت باش يكون سخون وواجد. سخون وواجد. فوالا. بالنسبة للديسير هذا وين راح نبدا فيه؟ عندي راح ندير مقروط ريفيزيتي اليوم إن شاء الله. وحبيت نبقاو في الجزائر هادي مقروط ريفيزيتي وي ان شاء الله بالتمر والروب تاع التمر وكامل الزنكريدون اللي ما فينا ناكلو في المقروط مي فاصون ريفيزيتي تخي بيان انا نشوف ليسباس تاعك دو ترافاي اي بروبر راح دير المقروط بالباتور
وي باسكو راح نديرو ريفيزيتي باش نمشيو ريفيزيتي اسكو يجي باسكو على بالك وشنو هو مقروض ناجح لازم يكون مرمل مرمل فوالا شيف تاع نو شيف اليوم راح نديرو انا بلا فوي ولازم اليوم نخرج لك حاجه اللي مليحه اللي لازم تندهشي فيها قاعده بالطريقه هذه راح ندير لك مرمل انا شي داكور داكور شيف ان شاء الله راح تلقاه مرمل عطيتها لا كونفيونس باللي راح تلقى حاجه مليحه ان شاء الله في الفيرين في لاسيت تاعي تاع الديزرا خبي الله يعاونك ياسين je vais te ramener deux cuisses et deux blancs عاود تشوطهم وجدهم لي ونقيهم بالماء والملح اوكي مرحبا شيف هاجر وي شيف شي نضيف شويه للبوطه وي ما راهش نضيف هاكي مبحره لا لا شيف ما رانيش مبحره هي اون فيت هذيك لا بوبيل كانت محطوطه في ان ريسيبيون ما كانتش محطوطه غير هكذا سيتادير كنت نستنى غير لو كومين تاعي يكمل ديفينيتيفمون بالشوك تاع لي زورسان ونرميو لا بوبيل ضربه واحده الوغ شوفي ديكسبيريونس تاع المره اللي فاتت تاع المرحله الثانيه تاع لا فينال هاكي ما كنتيش واجده دوكا حاولي تخلي وقت مليح للدريساج شاف ان شاء الله ان شاء الله اليوم عمر داود لا يعاود ان شاء الله يا الله سي با مال وي اسكوزي مو شاف وي شاف جوري بيزون دون بالانس اون بالانس تري بيان الوغ نسيم وي شاف نسيم ولي كومي تاعو هاجر اي لي كومي نسيم ميزان عندك ميزان مازال تخدموا به 1h20 ساعة وعشرين ساعة وعشرين دقيقة ساعة وعشرين دقيقة جو كومونس لو سيرفيس تبداو السيرفيس سوبر ميرسي شاف ميرسي في الديبي كي كنا نشوف بلي ثلاث سوايع سبع اشخاص كانت بالي بلي سهلة مي درك كي راني في نص الاختبار سي امبوسيبل الحاجة اللي راهي مخوفتني سي الوقت سي الوقت سي الوقت ملي دخلت وانا الماستر شيف وانا خايفة غير من الوقت سي لا سول شوز اللي ما قدرتش نغلبها هي الوقت ها هيك العظام البيض والسكر هذا الحليب والتمر وهذه الجيلاتين واش اللي نخلطوش مع بعضها ولا نزود شوف زيد هنا شويه حليب زيد شويه حليب خليها تغلي حط الماء حطها في ماء بارد ماء بارد وي نزيد لي فوم قلتي لي شاف لي فوم ماركيت كمان بريبار ان كرامبل كرامبل ان كرامبل خاصني نديره بالنكهه الجيريه تاعنا داكور داكور رايي في الشيف على بوكو دو تكنيسيتي دي بونز ايدي elle utilise bien les ingrédients qu'on lui a imposés. Le dessert est en train de préparation. Donc, je suis en retard. Le dessert est en retard. Nassim, dis-le par pas, Nassim. Oui. Nassim, appelle-le. Appelle-le, je vais vous dire. اليوم الحاجة اللي صارت بيني وبين هاجر هي كيما نقولوا صراع. لا قلت لك كي تدي تو لاس لابا. تو برون تو تو سور اي تو لاس. القرفة هذه قرفة. سي بون ديجا اني قلبتها انا حطيت وقلبتها ما عنديش وين راهي. جات قالت لي علاه ما تقلبوش البيسري. قلت لها فوالا باللي انا عندي تاعي وانت عندك تاعك. نسيم. وي شيف. كيفاش تحس في روحك؟ اخر لحظات في ماستر شيف. اخر لحظات في ماستر شيف راني نحس روحي في اول لحظه في ماستر شيف هاي باسكو سي لا فينال اون فيس غران فينال وهذا هو الشيء اللي خلاني حاب نمد كلش واش عندي لازم كي يشوفوا اليوم يقولوا فوالا نسيم كي جاب بلاصتو اليوم في لا فينال بابوريا جابها لانه يستاهل باش يكون فيها النصيحه اللي عندي باش نعطيها لك هي اللي ابدا دريسي لي زونطريم تاعك حطهم واجدين في الفريجيدير هذا هو الحاجه الباهيه كي تبدا عندك اون اونتري فواد سي كو تنجم تسيبها لونتون على فونس وتحطها في الفريجيدير وتكون في الفريجيدير دونك غير المونتي برك غير المونتاج وي داكور شيف داكور ازربا داكور شيف اكسلير يلا غازي يعطيك الصحه اون ديري بلي الوقت هو اللي راهو يلعب الفينال اون ديري بلي الوقت هو المنافس تاعي سالوا عليا عرض فرص ان شاء الله هاكا هذا كيف تفتح حطي في هذه السخان هذو وفي الفريجيدير هاجر وي شيف صافا صافا الحمد لله اعطيني اعطيني احساسك اخر مره باش طيبني نحنا واخر مره باش طيب في ماستر شيف احساسي اليوم سي فريمون لو بلو بو سونتيمون اللي عندي خاطر باش طيبني نحنا ولا خاطر باش طيب الراجل شيف سا توجور ايتي ان بليزير كي نطيب لكم ليكم سي فريمون بونور بصح في قلبي كان عندي واحد لو بانسمون كنت فريمون تريست لو فات لي اليوم راح تكون اخر مره نخدم فيها في ماستر شيف حاجه برك ما فهمتيش هي الديسير ديالك
عندي الكرامبل، عندي اون كريم نديرها بالليت كوكو. هاد لا كريم راح نديرها بالليت كوكو ونديرها بال نديرها بالليت كوكو مع لي داج. جامي ما دير بحال هكذا راهو نورمالمون ديما ديما عندك لا بوزيسيون دو سيكوريتي. دونك بعد هاد بعد دو لوت كوتي بالعاني جوست باش كان تجي مي سخون يجي عليك ما تتحرقش. وي شاف شاف ندير ان بلاطو دو كرومبل برك. اه وي 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 ان سول بلا يكفينا فوالا سي بون. باهي انا حاجه برك محيرتني معاك شويه هي الوقت. رد بالك المره اللي فاتت احترام الوقت هو اللي يتجوي دو موفي تور. دونك لازمك فريمون تحترم الوقت نتاعك. وي شاف اوكي يلا بون كوراج. ميرسي شاف. يا جماعة مازلكم 45 دقيقة. وي شاف. اوكي 45 دقيقة والطباسة يخرجوا، نحبوا 14 سبسي. وي شاف. ست اسيات من هوني وسبعة طباسة من هوني. وي شاف. اوكي. نسيم. وي شاف. ماستر شيف روهوني. وي شاف. يلا بون كوراج. وي شاف ميرسي شاف. 15 مينوت. ديرنيير دوميور راني عايشتها في ستريس كبير. لا لا من صالون. لازم عليا كاع لي بريباراسيون يكونوا واجدين، كاع يكونوا محطوطين، دونك هذا الشيء فريمون يدير شويه ستريس. سي بون، هذا سي بون، خليهم مغطيهم، خليهم يريحوا. دقائق توالث على المرحله، كنت بزاف مستريسي، كنت بزاف مبانيكي، كنت نسيي نلحق ماكسيموم باش ندير لي زاسيت تاعي. جبت كرامبل 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 كرامبل، جبده خف. هاجر وناسير. شيف لي بلا ولي ديسير على الكوتي دوكا كونسونطريو صح كاع لي زونطري لازم يخرجوا هكذا ومن بعد عندكم الوقت تخدموا على لي بلا تاعكم ولي ديسير تاعكم يلا كي كنت ندرسي ما حبيتش ندير ريسك تاع لا فينيسيون في زاسيت لي كومي تاعي باسكو انا هو الشيف اليوم انا هو اللي لازم نحط واش لازم يكون لو دريساج عمري ما خممت فيه على الافونس اللي بدات ماستر شيف دائما لي دريساج تاعي يسون امبروفيزي tu sais comme moi voilà super continue voilà vas-y انا ندير لك بس voilà هاجر ونسيم بقى لكم دقيقه دقيقه كان فما حاجه ماهيش ديجا مدرستي راهي مانيش باش ناخذوها توب توب ناسير اضرب الناس خلاص يعطيكم الصحة يعطيكم الصحة يعطيكم الصحة زيدا ليكومي برافو عليكم اليوم شفتوا أول اختبار في حياتكم تحت الضغط نتاع ماستر شيف يعطيكم الصحة إبراهيم وياسين نوجه لهم تحية كبيرة كبيرة نقول لهم ميرسي بوكو نقول لهم كثر خيركم خيركم ما ننساش حياتي نقول لك نسيب ساعه يعطيك الصحه ونقول لك امل يعطيك الصحه اختي انتم هما خاوتي وحبابي واللي راح تكونوا ان شاء الله فرحين معايا بلاقى ماستر شيف 2017 واجدين باش تبعثوا لي زونطري تاعكم هيا روحوا معاهم مع لي فامي تاعكم وندوقوا واش طيبتونا اليوم بالنسبة للاسيات تاعي راني بزاف بزاف فرحان بها راني جوستيك راح يلقاو البنا راح يلقاو بزاف حوايج اللي ان شاء الله يفرحوا بها عطيت بزاف لو ستيل تاعي في لونتري دونك راني ساتيسفايت 100% سميتها فرحة عمري باسكو كنت عاد سو ليموسيون تاع اللي شفت عائلتي كي كنت راهي عند لي شاف ديت لهم البلا تاع لا فينال كي حطيتهم عند لي شاف كنت بزاف فخور نسيم وهاجر كيفاش حسيتوا روحكم في هذا الاختبار الاخير تاع منافسه ماستر شيف اليوم راني فخوره بزاف اللي وصلت لهذا الموصل راني فرحانه اللي راهم هنا لي فامي تاعنا طيبت فريمون من قلبي وان شاء الله هذا الشيء كاع يجيب لي ريزولتا مليح ان شاء الله وانت نسيم اليوم اخر اختبار عندي في ماستر شيف راني فخور بروحي فخور بلا فامي تاعي بالمنطقه تاعي وان شاء الله نكون عند حسن ظن لي شيف ونشرفهم اليوم باش يدوني بزاف لي بوان نصوب ان شاء الله لي شيف
ما حبيتوا تسقسيوهم قبل ما تبداو ذوقوا؟ قولوا لي في زوج. وي شيف. في زوج خيرتوا ديروا لي زورسان فلاكوك تاعهم. لي زيبين تاع لي زورسان هادو بزاف دونجوروس. اسكو نقدر ناكل في زوج بالمغرفه تاعي وتضمنوا لي بلي ما كان حتى شوكال داخل؟ الوغ شيف اليوم ترفد لا كويير تاعك وتغمض عينيك وتاكل وما تخافش، ما كان حتى شوكا، باسكو اليوم منين طيبت وسيم راه هنا وما على باليش لو كان ما نقيش لي زورسان تاعي مليح بوسيبل ولدي ياكل شوكا. سو كيف اليوم لو سوان كان دوبلي. باباه معليش راه. لا لا حتى هو لازم. وي راهم هنايا مي باغون والديا دونك. وناسيم؟ ناسيم بالعطا كيفاه بابا راهو لهنا وانا فامي تاعي دونك نسيت ماكسيموم. تسمى بيان لقيتوا بيان الحاله تشيكيتي وكاع لي كومي تاعكم واش داروا صح؟ وي شاف. هاجر وناسيم دونك انتوما نعاود نتلاقى بكم في لو فيرديكت من بعد باش نعرفوا النتيجه وانتوما كاع نقول لكم بصحتكم. تفضلوا. بصحتكم. رانا في ماستر شيف حاجه لي دوموندي منا هي ان نديرو كويزين غاسترونوميك. مرانيش متاكده اسكو عائلتي اليوم رايحين يفهموا لهاد لا كويزين. عينيك مغمضه. عينيك مغمضه وشو الحاجه اللي راهي مخوفتني بزاف هي ان يصرى لي اكسيدون في المكون تاعي ولا نراطي لا كويسون تاع الكنار تاعي. لو شاف اللي فيها خلاص خرج وبدا يخدم بدا يامر بدا يمشي في الكوزينه. اول حاجه نحب نقولها يعطيهم الصحه وصلنا للنيفو اللي نحبوا نلحقوا ليه وسورتو اللي هما زوز جاهم مكون اللي عمرهم ما خدموا به وعرفوا كيفاش يتاقلموا معاه. أبخي الطبق نتاع هاجر أنا عجبني برشا بنين فيه بزاف الخدمة. الحاجة الوحيدة اللي مقلقتني فيه فما أن ديزيكيليبر ما بين الشيرة هذه اللي ما فيهاش أغصان كاع وما فيهاش داير دو كروكون ما فيها والو والشيرة هذه اللي باش نلقاو فيها لي زغصان. الطبق نتاع نسيم طبق متوازن بنين برشا يعطيهم الصحة في جوج. في زوج أنا عجبوني في الكود تاعهم في الخدمة تاع لورسان تاعهم. دوماج في لا بريزونطاسيون تي مبين لورسان عند هاجر الوغ كو عند نسيم مبين بيان وكيش يعطي لا كولور للطبسي وكذا. مي كومام جو بونس أنا مشرفين مع لا فامي تاعهم صافي بليزير. الوغ بالنسبة للقارص والتينة كل واحد نحسو بالمكون اللي عطيناه له في زوج. الحاجة الوحيدة اللي ما عجبتنيش ما عرفوش يخدموا لي سوبخيم تاع لورانج، لا تكنيك نقصتهم بالنسبة لي سوبخيم، لي سون بسي بو ماشي كيف كيف، مي سينو بوان دو غو دريساج فينال ويعطيهم الصحة. كي بحال لي زاسيت تاعي للسيرفيس أنا كنت مازلت في لا كويزين، كنت بزاف فرحان، كنت نحس في روحي صح شيف، كانت هذيك البليزير تاعي. ضيافنا تفضلوا بصحتكم. صحتكم. اليوم على بالي بلي لا فامي تاعي راح يذوقوا الماكله تاع نسيم بعد ماستر شيف. لازم ياكلوا، لازم يلقاو البنه تاع نسيم ما فين يذوقوها، لازم يلقاوها اليوم. لو ماغري دو كانار طيبته بالطريقه التقليديه اللي نطيبوا في الغرب. جو سي با اسكو هاد لا كومبينيزون تاع سكري سالي راح تعجب لي شيف ولا لا. الو بالنسبه للقصي تاع نسيم بارفي تاع فينال تاع غران ريستوران. حاجه غاضتني لا كورجيت هذيك بولي يدخل فيها حامضه بالنسبه ليا جاتني حامضه. بالنسبه للطبسي تاع هاجر نحسو فيه لو بلاص سالي سكري تاع الجزائر بنين الادواق متناسقه لا صوص هايله روعه. حاجه ثانيه برك هنا غاضتني اللحم شويه ناشف سينو دي زاسيات تاع فينال وتاع دي غران ريستوران. فوالا باش نخالفك باسكو واحد كيحب لاسيديتي واحد لا يعني الحاجه البنينه كاع واللي فريمون تديك ديريكسيون واحد اخرى تخدعك كي توصل ليها هي هذاك الرولو تاع خضره. لا فيريتي راني بهروني وراني فرحان بهم تاع الصح واليوم مانيش نادم دقيقه اللي في زوج راهم في لا فينال واللي رانا راني قاعد وناكل في الريستورون تاعهم.
الطبسي نتاع نسيم اللي نقصني هو خضره رائعه. ميم كان عندنا لو بتي رولو دو كورجيت بالزروديه على الانتيريور، اما خصني بتاتر جوج ولا ثلاثه بحال هكذا باش يجيني لابور نتاع الخضره، حتى لو هما سي دي بوري نتاع خضره. مي نحب واحد كي ياكل طبسي سورتو باللحم خاصو اكزاكتومون لي فيبر نتاع الخضر. بالنسبه للهجر عندي انا ياسر حلو اللحم ما نهدروش عليه، اما فينالمون بخلاف اللحم ما عندي حتى غارنيتور اللي هي مالحه، كاع لي غارنيتور حلوين. دونك ميشين فريمون ماهوش سالي سكري، سي سكري. لو ديسير بغيت تكون حاجه خفيفه، تكون حاجه ما تتعبش العين في المنظر، ما بغيتش ندير حاجه مكتضه. راح ندير اليوم مقروط ريفيزيتي، نديروه في بتي فيريم مع الروب تاع التمر مع التمر، وبيان سور مع لاكريم اونغليز كما نعرفوها بالجون دوف والسكر. اخر مرحله في ماستر شيف كما تمنيت عشتها، ختامها مسك. واليوم راح نمد اخر صوره عليا، اخر حاجه نقدر نحطها في الشخصيه تاعي. شوفوا لي شاف. الوغ نبداو بنسيم. انايا كي شفتو يخدم في المقروض عن بالي راح يرطي، ما راحش يديرو مليح. هنا كي كليتو حسيت بالمقروض بصح بدوق واحد اخر، هو بلا كريم والرب والتينه نحسو بها لداخل. سي ان ديسير بارفي دريساج مالغري لافيرين، انا يعجبني وناكلوه هذا في ان كرون ريستورون ونفرحوا به. شويه برك لاسيديتي ناقصه التينه. بالنسبه لهاجر Je vais vous dire, très bon, la crème bnine, l'ouzo, la petite crème, hadi bnane. Mais ana jab li rabbi belli khsni la base, elle n'est pas là. Ma ndich le crumble, lakin le crumble huwa la base, lazmni beaucoup plus. Mais sinon, kulchi fin, kulchi raffiné, kulchi bnine, franchement, ma ndi ma nqoul. Lyoum, el mas'ala ghatkoun saiba w saiba pour le départager, oui. Na'am. Kayen un écart sghir ما بين هاجر ونسيم، وهنا ما كانش إيكار. اليوم ما كانش إيكار، بنان في زوج، خدموا مليح في زوج، دونك راح تكون علينا صعيبة باش نقسموا ما بيناتهم. شرفونا هذا العام وصافي بليزير. يحيى ماستر شيف. حبيت نهضر مع العائلات تاعكم. شوفوا اليوم كيما شفتوا هاجر ونسيم كيفاش مدوا كاع واش عندهم باش ينجحوا في هذا الاختبار، لكن الحاجه اللي ما شفتوهاش هي الكواليس تاع الحصه. انا في الكواليس شفت هاجر ونسيم يتنافسوا، يحاربوا، يبكيوا، يضحكوا، يفشلوا، ينجحوا، كاع هذا الشيء باش يلحقوا للمستوى اللي لحقوا فيه اليوم. دونك مهما يكون، مهما تكون النتيجة، أنا نقول لكم تقدروا اليوم ديجا تكونوا فخورين بهم. فخورة به بزاف بزاف ويعطيه الصحة. شرفتنا وشرفت العائلة وجاني كل شيء على ماستر شيف ثاني، ماشي 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 راس يونيكول، حاجة مدرسة كبيرة. دونك شرفتنا مهما داتها سواء داتها ولا ما داتهاش، ديجا لو فات اللي وصلها فينا سي كيلكي شوز. مادام وصلنا للمرحلة هذه وصلنا شرفنا به بزاف وهزلنا بريسالة، ورانا كيما نقولوها فخورين به، فخورين به جدا جدا جدا. يعطيك الصحة. نتشرف بها باللي راهي في المستوى هذا. أنا راهي شرفني كل شرف أنتي وصلتي لهذه المرحلة هذه، نتمنى إن شاء الله المزيد مهما كان، سواء في ماستر شيف ولا حتى ولو في بيت مع أولادها وزوجها. ما عندي شك باللي راهي في كبرها وفرحانة بيا، فخورة بيا وتشوف فيا وتسمع بيا. على بالي راني ندير بالعمل بلي راني في ماستر شيف. لي شيف اش ما راكم حابين تقولوا لهاجر ولنسيم؟ تفضلوا. انا حبيت نقول لكم نشكركم في جوج على خاطر عندكم اون بلوس دو التقنيه نتاعكم في الطبخ عندكم شخصيه اكسبسيونيل، عندكم سعه الاخلاق والتربيه، وعندكم زاده الروح الرياضيه. عمركم ما درتوا مشاكل، عمركم ما تخاصمتوا مع حتى شي واحد، وهذه هي العقلية نتاع لو فانكور نتاع ماستر شيف. يعطيكم الصحة باسمي وباسم كاع لي شيف. ميرسي شكرا.
هاجر وناسين تستهلوا 100% تكونوا هنايا. ما على باليش شحال من كويزينيا من برا، شحال من واحد هاوي راهم يحلموا يلحقوا الماستر شيف، وشحال من واحد راح يربح ماستر شيف في الجزائر. مي في زوج تستهلوا تكونوا من اللي ربحوا ماستر شيف، وفي زوج طلعتوا النيفو مي حاجه قويه. انت يا هاجر شوف كان واحد يدير خط حمراء كذا يشوف ديرك كيفاش طلعتي في النيفو من الاول للاخر. ايبونش تاع معرفه تقدري تولي من اقوى الشيفان في الجزائر. سي شيف ناسين عندك واحد لانستا تاع كويزيني، عندك لانستا تاع ارتيست، تاع واحد كيجي يديسيني طابلو بريمير فوا يدير ان شيدر ونستعرب بك. انتو ليكا انا ماذا بيا تعرفوا حاجه قبل ما تروح. تقدروا تقولوا تعلمتوا بزاف من عندنا، ميديروا في بالكم اللي تعلمنا بزاف من عندكم. انا عندي مام دي كومبينيزون صافر اللي درتوهم في زوج مكتوبين عندي باش كاش نهار نعاود نستعملهم. يعطيكم الصحه. هاجر نسيم فرانشمون يعطيكم الصحه، هادو هما الشخصيات تاع ان فغي شيف. ما يحسبش الوقت اللي يعطيه لي بلا، يحيى يكون ما عيطش، يبقى دائما بالسوغير. سي سا ان شيف لا جينيروزيتي، وهذه فيكم في زوج. انت يا نطلب منك حاجه، انا تشرفت بمعرفتكم. هاجر نطلب منك حاجه، قاعده بهذاك الصغير وبهذاك الشخصيه هذه تاع لي العطاء. وانت يا خويا خلي لي هذا الصغير، دائما فرحان كي طيب، هذا الصغير ينعش. دونك يعطيكم الصحه، وانا تشرفت بتقييم الاطباق تاعكم. اعزائي الضيوف، المومو هذا اللي ما نحبوش، لازم دوك تسامحونا باش يفوطيو عليهم ويعطيونا النتيجه. نشكركم على الحضور على كل حال، اتفضلوا، بارك الله فيكم، يعطيكم الصحه. صحه صحه، تلقاو بزاف خير ان شاء الله. لا بروميير فوا فارقت عائلتي وحسيت بالحزن، اليوم ثاني رايحه نفارق عائلتي في ماستر شيف، وهذا الشيء دار لي ان غران شاغران في قلبي. نحس بروحي عندي بزاف خاوتي، انا 13 عندي 12 خاوتي، شوف الطاكسي مخفي. دوك تقدروا تتنفسوا، 8 اسابيع 13 في البدايه، وراكم زوج واقفين قدامنا دو فيناليست، وشويه هكذا واحد فيكم او راح يفوز باللقب تاع ماستر شيف 2017 بال 500 مليون وبالتكوين اللي انا رايحين نهديه لك. يا درا شكون راح يفوز؟ انت هاجر؟ انا انت نسيم؟ لا لا انا انا. المهم على بالي على بالي اللي راكم مقلقين باش تعرفوا النتيجه. يا ورانا كاع مقلقين. دونك لي شيف ماذا بكم؟ هاتشاوروا بيناتكم وخذوا ديسيزيون، وانتم تفضلوا نتلاقاو من بعد في الفيرديك باش تعرفوا شكون منكم فاز باللقب. تفضلوا. فخر لي انه راح يعطوني شيف كيما هذا، يصيرت اذا كنت انا ماستر شيف 2017 باش نتخرج تحت يدين دي شيف كيما شيف ياسمين وشيف رابح وشيف ملاك، ونكون انا ماستر شيف 2017. هذا هو التزير تاعي. لي شيف فريمون نقولها ونعاودها فخر بور ليميسيون، ميرسي ماستر شيف. الشيء اللي راني نعيش فيه دوك ما نقدرش نوصفو، ما نقدرش نحكيه، امبوسيبل. ميمو نحكي عليه شويه نقول بلي راني فرحان راني فخور، مي ما نقدرش نعبر، امبوسيبل. دروك راني فريمون كونفيونت، راني فخوره 200%. الوغ كوا كو سوا لو فيرديكت بوزيتيف نيجاتيف، ندي لو تيتر ما نديش، راني فخوره بروحي. مساء الخير. السلام عليكم. اهلا وش راكم؟ مرحبا بك. مرحبا، الله يعيشك الله يعيشك. شكرا شكرا. كيما شفتوا لي شيف تاعنا داقوا قيموا ومدوا نقطه لهاجر ونسيم. هذه النقطه اللي راح تحدد شكون فيهم اللي راح يفوز باللقب، لقب ماستر شيف 2017. كيما شفتوا تان باش نحافظوا على السريه تاع النتيجه رانا مديناها لان ويسي جوستيس. اعزائي المشاهدين وانتم اللي تحبوا الطبخ، هنا في ليشغال لحقنا لنهايه
8 اسابيع تاع منافسه. شويه هكذا راكم رايحين تعرفوا وتكتشفوا الاسم تاع احسن طباخ هاوي في الجزائر لسنه 2017. هيا تبعوني نتلاقاو في لاتولي. ماستر شيف، أكبر مسابقة طبخ للهواة في العالم، تعود إلى الجزائر في موسمها الثالث. هنا في هذا لاتولي اللي راكم رايحين تفرحوا تتقلقوا تتنافسوا بالك تتجرحوا وبالك تفوزوا بلقب أحسن طباخ هاوي في الجزائر. أنتم من هواة الطبخ؟ راكم حابين طوروا معارفكم في الطبخ على يد حكام استثنائيين؟ راكم حابين تعيشوا مغامرات لا تنسى في مناطق مختلفة من الوطن؟ إذن جربوا حدكم باش تتحصلوا على لقب ماستر شيف الجزائر الموسم الثالث. سجلوا نفوسكم على الموقع www.masterchefalgerie.com. ماستر شيف الجزائر هي مسابقة طبخ خاصة بالهواة فقط. مبروك على الفائز تاع الحلقة السابقة، وانتوما تاني إذا حبيتوا تربحوا مجموعة كاملة من الأجهزة الكهرومنزلية، ثلاجة، آلة غسيل ذات باب علوي، فرن مدمج، طاولة طبخ، ميكروويف وآلة تهوية. ساهل، ما عليكم غير تبعتوا كلمة شيف على الرقم 66025 وحاولوا تربحوا المجموعة الكاملة لبغونت. أعزائي المشاهدين، كما شفتوا حضرنا لصراع كبير بزاف بزاف بين زوج عمالقة. بعد 8 أسابيع تاع منافسة، هاجر ونسيم قدروا يتفوقوا على نفوسهم وقدروا يحضروا العائلات تاعهم واللي شاف تاعنا أمنو اللي يليق واللي نقدروا نتلاقاو به في دي غران ريستوران. ما على باليش بالنسبة لكم، بصح أنا كي شفت الخدمة تاعهم في الكوزينة، كي شفت الإبداع تاعهم في لي غوسيت، وكي شفت الطباسة اللي قدموهم، يا خويا خلعت. ولا لا لا شاف مالك؟ الحقيقة الفينال هذيا النيفو نتاعها طالع وطالع برشا. اللي ذقناه بنين، وأكثر شوية من البنين نحسوا اللي احنا حاولنا من هوات دي بروفيسيونيل. يعطيهم الصحة، نفتخر بهم قدام لي شيف وقدام زادا عائلة. سي فغي، لا فينال هذه حسسنا باللي نسيم وهاجر من هوات ولاو دي بروفيسيونيل. صح، انا جوزت مومون اغريابل معاهم. سي فغي لي منو كانوا ملاح اللي قدموه منا، مي اللي عجبني اكثر سي لا كومباتيفيتي تاعهم في الكوزينه لا تاع لي بروفيسيونيل. ايمان، عائشه، مونيا، يوسف، عبد الرزاق، انتم تنافستوا مع هاد الزوج عمالقه في هاد 8 اسابيع، واليوم راكم معنا في البلاطو مع العائلات تاعهم جوستومون باش تحضروا للتتويج تاع احسن طباخ هاوي لسنه 2017. بصح كيما على بالكم ما نقدروش نعرفوا شكون يتوج اليوم بلا ما هما يحضروا معنا. ما نعطيونا تصفيقه حاره لي دو غران فيناليست تاعنا، اعطيونا تصفيقه حاره حاره سم، لازم حاره على الحار، اطيب حار. لي دو غران فيناليست تاعنا هاجر ونسيم. لا كلاس، شحال راهم شابين. أنا عم بالي غير طياب برك. لا 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 كلش. مرحبا بكم، وش راكم؟ ريحتوا شوية؟ حبطت شوية الضغط. صافا. عاود تطلع. عاود تطلع؟ دوك يطلع، دوك مازال يطلع، ما شفت والو، ما شفت والو. المهم مرحبا بكم في البلاطو. اليوم صح. يا أخي هكذا. اليوم صح. يا للأسف، يا للأسف كيما راكم تشوفوا، الشاف رابح ما راهوش حاضر معنا. عنده ظروف وأسباب مهنية خاصة، بصح ويخمم عليكم كما قال لي في التليفون، وما تقلقوش ما تخافوش، أو خلالنا النقاط اللي مدهم لكل واحد فيكم. في البداية كنتوا 13، وبعد 8 أسابيع تاع منافسة راكم واقفين قدامي وقدام الشيف تاعنا.
اليوم تقدروا تعتبروا روحكم انتوهما زوج احسن طباخين هاويين في الجزائر لسنه 2017، وانا ينسفق عليهم على هذا الشيء اولا. هاجر، اسكو راكي فخوره دوك بالشيء اللي قدمته صراحه؟ Je suis très très fière. Le chez les Ousatlés Lyon, c'est une fierté pour moi, Gahiati. صح. دوك نشوفوا لي شاف واش رايهم. شاف ياسمينة، واش رايك في لو باركور تاع هاجر؟ واش نقول لك، هاجر إنسانة رقيقة. كي جات شفنا فيها لا مامو، الأم اللي قايمة بدارها، تيميد، شوية خجولة. حنا بان هذيك هي هاجر. وبعدين حسيت باللي واقيلا كنتي عندك استراتيجي. ما نوريش روحي، ما نقولش انا شكون، نشوف دابور الوسط وبعدا نبين القدرات تاعي. وشفناهم القدرات تاعك، عمرك ما قلتي انا ندي ماستر شيف في الحصه الاولى ولا الثانيه. سنيتي حتى شفتي مليح الوسط حتى الحصه الخامسه ولا السته باش بديتي تامني. وهذا يخليني نقول هاجر انسانه راقيه وعندها اخلاق عاليه، ماشي انسانه من الاول توري روحها عظيمه، ما عندهاش الغرور. هذا اللي خلاك توصلي وين راكي الان، ودونك لازم تكوني فخوره بنفسك. نولي لك نسيم، فوالا توجور تبسيمه توجور. كل ما تشوف نسيم تشوف التبسيمه. صدقه. راني نشوف التبسيمه في وجهك، وراني نشوف سيرتو الفخر في الوجه تاع الاخت تاعك اللي من الاول من بدايه المنافسه وهي تساند فيك. صح ولا لا؟ لا. دوك انت اسكو راك فخور بالشيء اللي قدمته وهذا لو مومون هذا راك تعيشه اليوم؟ بالنسبه لي الحمد لله اللي راني فينال ماستر شيف، وهذا الشيء لو فات اللي كان فخر للعائله تاعي، الوالد تاعي والاخت تاعي ولا فامي كامل واللي بروش تاعي، دونك راح يكون اكبر فخر ليا في حياتي. وشنو هو احسن لحظه عشتها في ماستر شيف؟ احسن لحظه عشتها في ماستر شيف هي اللحظه تاع الجروند فينال، لو فات اللي جات لا فامي تاعي، خاصة الوالد تاعي. صحة، الله يبارك. الوالد تاعك هو الصح. هو الصح. تسمى النظرة تاعو عليك حاجة مهمة بالنسبة لك. بزاف بزاف مهمة. كيفاه؟ بما أني أنا صغير في الدار، دونك لا رولاسيون تاعي تاع بابا بزاف. أسكو قال لك ديجا، أسكو باباك قال لك ديجا بلي هو فخور بك؟ بابا كان يقول لي أنا فخور بك قبل ما نكون في ماستر شيف، كان فخور بيا في العائلة تاعي، في الانتوراج تاعي، في تربيتي الحمد لله. وزاد الفخر تاعو اليوم اللي راني فينال في ماستر شيف. الحمد لله. ودوك جوزو الأسوأ لحظة اللي عشتها في ماستر شيف. بلكي نحيت لكم تريسيتي. لا لا. أسوأ لحظة عشتها في ماستر شيف يوم اللي خرج يوسف، يوسف صغير. وعايشة. صح، هذه كانت أسوأ لحظة بالنسبة لينا كاع كل حد. شيف مالك، أنا نظن باللي الشخص الحساس كاع بين لي كانديدا تاع هاد لابروموسيون تاع هاد الموسم الثاني هو نسيم. انت واش رايك؟ نسيم انت حساس كبير، من نهار الاول ريناك ساعات تدخل بعضك والاحاسيس نتاعك يتفوقوا على كل شيء، وكل مره تعرف كيفاش تكبر بشويه بشويه، وكبرت مع البرنامج، وهذه حاجه احنا نحبوها برشا وفخورين بها. اللي ريناك كيفاش كبرت، كبرت في التقنيه نتاعك، كبرت في مخك، كبرت في تصرفاتك مع روحك، وهي اهم حاجه في المغامره هذه. هي واحد شنو باش يربح هو وروحه. وانت كبرت ووليت انسان تعرف كيفاش هاك الاحاسيس هذوك من الكل تخرجهم في وسط الطبس ديالك، وتخرجهم بطريقه رائعه. وهاك علاش انا فخوره بيك، وهاك علاش تميريتي امبلومون بلاصتك هوني. هاجر ونسيم، كيما على بالكم شويه هكذا واحد فيكم او راح يتوج باللقب تاع ماستر شيف 2017، او راح يربح 500 مليون سنتيم، وهو راح يربح من فورماسيون طول الموسم. وانا نهضر لكم على هذا التكوين هذا، حبيت نخليها دوك، نخلي لها لكم مفاجأة ودوك نقول لكم وين. هذا التكوين راح يكون في معهد من أرقى المعاهد في العالم، أو راح يكون في فرنسا، أو راح يكون في مدينة ليون، وهو راح يكون في الانستيتيو بول بوكي. بصح باش تعرفوا وتفهموا مليح واش يعني تكوين الانستيتيو بول بوكوز، شاف مالك اللي تعرف مليح هذا المعهد راح تكلمكم عليه.
تفضلي شيف مالك. ما عادش تلفزة، ما عادش برنامج، ما عادش مسابقة، هذه الحياة الحقيقية. والحياة الحقيقية في لانسيتو بول بوكوز، خاطر هي ليكول اللي درتها لمدة 3 سنوات عديتهم غاديكا، ما ترحمش. أحسن معهد نتاع طبخ في العالم، أحسن معهد نتاع طبخ في العالم، هذا هو لانسيتو بول بوكوز. باش تخرجوا من غاديكا افيك اون فورماسيون، باش تولي عندكم حاجة ما بين يديكم حتى حد ما ينحيها لكم. مهنة، مهنة باش تتعلموها دو أ ا زد. اللي باش يربح واحد منكم لازمكم غاديكا، لازم نفتخر بيكم. لا مانيش نفادلك، مانيش نفادلك بالكل، هذه مهم ياسر، على خاطر من بعد اللي باش يربح تو يدخل في وسط لو سيركوي نتاع لانسيتو بول بوكوز ويشوف اللي حتى كي تخرج من لانسيتو بول بوكوز. حاليا انا خرجت وعندي 7-8 سنين خرجت من المكتب، نبقى ديما غولي على خاطر باش يعلم لكم خدمه ما بين يديكم، كنز ما بين يديكم. من بعد انتوما تشوفوا شنو باش تعملوا به. هاجر نسيم، ما نخليكمش تستناو اكثر، دوك لحقنا الاهم لحظه في المنافسه تاعكم في زوج، لحقنا لو ديرني فيرديكت تاع الموسم. بيان سور باش نعطيوكم النقاط تاعكم كيما في الموسم الاول، لويسي دو جوستيس تاعنا هو اللي راح يجيب لي زونبلوب. تفضل استاذ. مرحبا بك استاذ، بارك الله فيك، صحيت والديك، زيدوا عطيو لك سفيره. دونك هادي تاع شيف ملك، هادي تاع شيف ياسمينة، والانفلوب تاع شيف رابح عطاني المسؤولية باش أنا نفتحها ونعطيكم النقاط اللي مدهم. نذكر باللي إلى حد الآن هاجر أنت اللي راكي في المرتبة الأولى في الترتيب 35 نقطة، بصح نسيم أو متبعك وقريب عليك أو عنده 28 نقطة. نبدأ بك شيف ياسمينة، تفضلي أعطي لهم النقاط اللي مديتي لهم. ألوغ بالنسبة ليا في البلا وفي لونتخي كنتو متقاربين، ولكن في الديسير الديسير تاع نسيم أخذ معايا أكثر، حسيت باللي عنده أون باز. أنت درتي لنا أن ديسير بيان ديكوري وكامل، ما عندوش أون باز اللي ناكلوها. أنا المقروض ريفيزيتي عجبني. النقاط اللي عطيتها لكم هي بالنسبة ليك نقاط المجموع تاع لي 3 19، وبالنسبة لنسيم 23. وبالنقاط هذه اللي عطيتها أنا أنت دونك عندك 54 ونسيم عنده 51، دونك راهو قرب منك. دوك نجوزو النقاط تاع الشيف رابح. الشيف رابح يقول باللي لو بلا ولونتخي تاع نسيم عجبوه بزاف بزاف، لكن من ناحيه الديسير فضل لو ديسير تاع هاجر، وهذا الشيء دفعو باش يمدلك ليك هاجر 22 نقطة، وانت يا نسيم 26 نقطة. دونك نسيم بلا ما تحسب دوك، أنا نقول لك راك أنت اللي طلعت للمرتبة الأولى ب 77 نقطة، لكن رد بالك هاجر متبعاتك بنقطة واحدة عندها 76. هاجر ونسي عندي أنا المسألة الصعبة، سورتو كو لونتخيم تاع هاجر ولونتخيم تاع نسيم عجبوني كيف كيف. يبقى لو بلا اي لو ديسير، وفما واحد منكم الزوز تميز وعجبني بزاف البلا ديالو والديسير ديالو، زوز واحد جوست تميز في هاد لي دو شوز هذوما. وهوك علاش لي نوت
اللي عطيتهم، هاجر عطيتك 15 نقطة، ونسيم 22 نقطة. الله عرس كبير بزاف بزاف، لكن يا للاسف في الموسم الثاني تاع ماستر شيف الجزائر وخلاص، حبيت تسجل في الموسم الثالث سهل www.masterchefalgerie.com. قاو على خير وتهلا في روحك. ماستر شيف أكبر مسابقة طبخ للهوات في العالم تعود إلى الجزائر في موسمها الثالث. هنا في هذا الاتولي اللي راكم رايحين تفرحوا تتقلقوا تتنافسوا بالك تتجرحوا وبالك تفوزوا بلقب أحسن طباخ هاوي في الجزائر. أنتم من هوات الطبخ؟ راكم حابين طوروا معارفكم في الطبخ على يد حكام استثنائيين؟ راكم حابين تعيشوا مغامرات لا تنسى في مناطق مختلفة من الوطن؟ إذن جربوا حدكم باش تتحصلوا على لقب ماستر شيف الجزائر الموسم الثالث. سجلوا نفوسكم على الموقع www.masterchefalgerie.com. ماستر شيف الجزائر هي مسابقة طبخ خاصة بالهوات فقط. مبروك على الفائز تاع الحلقة السابقة، وانتوما تاني إذا حبيتوا تربحوا مجموعة كاملة من الأجهزة الكهرومنزلية، ثلاجة، آلة غسيل ذات باب علوي، فرن مدمج، طاولة طبخ، ميكروويف، وآلة تهوية. ساهل، ما عليكم غير تبعتوا كلمة شيف على الرقم 66025 وحاولوا تربحوا المجموعة الكاملة لبغونت.